ألو، فيكم تبلشوا حضراتكم، تفضلوا. يلا سامعيني من سامعيني؟ نعم، سامعين. أستاذ رزق جاهز؟ ايوه سيدي شوقي. نعم، تفضل. يلا تفضل، سامعيني على بركة حاليا، بس الله. شغلت اللابتوب. سامعيني يا اخوان؟ سامعينك أستاذ، وبدأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل أستاذ رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. الأخ الكبير عراب الترجمة في الوطن العربي، رئيس جمعية المترجمين العرب، الأستاذ عامر العظم. الأخت الفاضلة الأستاذة سحر البطاينة، نائب رئيس الجمعية. الإخوة والأخوات صناع المجد المكرمون، كل باسمه ولقبه الحفل الكريم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقف اليوم وأنا أحمل لواء الفخر ومشاعر الكبرياء بأنني أنتمي إلى هذه الجمعية الغراء. هذه الجمعية الغراء التي استطاعت وفي وقت قصير من عمرها أن تحقق الكثير من الإنجازات المتمثلة في عقد الدورات لمئات الطلبة والمتدربين في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، والأهم من ذلك كله أنها طرحت برنامج دبلوم الترجمة الذي يشارك فيه 20 متدرباً ويقدمه كوكبة من الأساتذة الخبراء على مدى عام كامل أو يزيد، ناهيك عن المحاضرات والورشات والندوات والمؤتمرات التي قدمها ثلة من الأساتذة والمحاضرين العرب وغير العرب. لقد كرمت الجمعية على عبر العقدين الماضيين المئات من سفراء المجد، وها هي اليوم بكل معاني الفخر والاعتزاز. تكرم كوكبة أخرى من أصحاب الإسهامات المتميزة من الأعلام الذين يربون ويعلمون ويزرعون في العديد من المجالات الأدبية واللغوية والأكاديمية، وما كان لذلك كله أن يتحقق إلا بتوفيق من الله عز وجل وبجهود الأوفياء من الأبطال والبطلات المخلصين في هذه الجمعية، الذين يعملون من دون ضجر ولا كلل ويصلون الليل بالنهار لرفعة اسمها. إن جمعية المترجمين العرب أرتا هي المظلة التي جمعت هذه الجحافل من سفراء المجد، وهي الأم الرؤوم، فحافظوا عليها وادعموها بكل ما استطعتم لتبقى شعلتها تنير الطريق للأجيال القادمة. فكل الشكر والتقدير لكل من شرفنا اليوم بحضوره أو بمشاركته، والشكر موصول لكل العاملين في هذه الجمعية وعلى رأسهم الأستاذ عامر العظم رئيس الجمعية. ولا يفوتني أن أبارك لكل المكرمين هذا التكريم الذي يستحقونه بجدارة وامتياز، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والسؤدد في حياتهم العلمية والعملية. Brother Amir Al-Azm, President of ARTA, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of myself and the team of ARTA, President, presided by Mr. Al-Azm, we warmly welcome you all in this ceremony of recognition. As you may know, although ARTA is the only Arab association that nurtures the Arab translators, it has implemented a lot of initiatives like training courses of English, French, German, and Spanish languages. Moreover, a one-year diploma program is being carried out by a group of old hands.
in the field of translation, not to mention the tens of lectures delivered by Arab and non-Arab linguists and academics. Last year, ARTA recognized a group of ambassadors to glory, and tonight it is recognizing a constellation of glory makers and ambassadors. Last but not least, we welcome you again, and big congratulations to all the recognized icons. Thank you so much. بارك الله فيك يا أستاذ رزق، بارك الله فيك على هذه الكلمات الرائعة، ونسأل الله أن يرفع شأنك ويعليه إن شاء الله. Thanks for Mr. Rizq Qaddoumi for these nice words. And now I am Sophia Hawawira from Palestine. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد نقول لكم في البداية تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا ثواب البد حاولناه حتى أمنا دينا وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا بحمد الله أترعنا كؤوس النصر سامينا ونلنا بهجة الدنيا فسلمنا وصلينا نفتتح حفل اليوم بتوجيه الاحترام والتحية لكافة الحاضرين من مختلف أقطار العالم كل باسمه ولقبه وكل التحايا للمنظمين والقائمين عليه من صاحب الفكرة الأستاذ عامر العظم رئيس جمعية المترجمين العرب إلى الهيئة الإدارية وشركة التصميم وجميع الداعمين حيث واصلوا الليل بالنهار لإخراج هذا العمل المميز إلى النور فلهم خالص الحب والتقدير هؤلاء الأشخاص الذين بفضلهم أنتم موجودون هنا الآن في حفل تكريم سفراء المجد السابع بوابة الدنيا أتيت وفي يدي مفتاح أفق مستفيد أبلجي وأتيت في شغف أدافع قاربي كل العلوم ببحر شوقي فامزجي نحن اليوم نقف أمام نماذج مشرفة يجب أن نقتدي بها هؤلاء المكرمون هم أساس المستقبل والأمة فهم أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة حيث برغم المشاكل الكثيرة والأمور التي ينشغل بها البقية اختاروا أن يجدوا ويجتهدوا ويتميزوا ويبدعوا وعلينا دائما أن نقوم بتشجيع من هم مجدون ومتميزون في أداء عملهم ونأمل أن يكون تكريمنا لهم فرصة لتشجيع باقي الزملاء على القيام بالسير على نفس الخطوات داعين الله لهم بدوام التوفيق ونقول لنفسي ولكم استعينوا دائما بالله ولا تستسلموا لليأس اسمعوا ماذا قال ابن المبارك رحمه الله لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل ويقول المتنبي إذا أردت تقدماً ونجاحاً فاملأ العمر همة وكفاحاً في حياة يشقى بها كل حي وزمان يرى الفساد صلاحاً وهموم تهب من كل صوب ومآس قد أثخنتنا جراحاً واركب الصعب كي تفوز بنجاح إن في نيلك النجاح فلاحاً نرحب بكم
مرة أخرى وأهلا وسهلا ولننطلق على بركة الله إن شاء الله. نبدأ مع أحد المكرمين في هذا الحفل، حفل تكريم سفراء المجد السابع، الشيخ مرشد حواورة من فلسطين الحبيبة. فليتفضل ليقرأ علينا بعض آيات من سورة المجادلة. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا لا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا شيخ أبو أنس وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الجميلة. والآن مع النشيد الوطني للجمعية فلنستمتع به جميعا. تشوكية تشاركي النشيد من عندك بعد إذنك؟ نعم إن شاء الله. أوكي شكرا. إذن فلنستمع للنشيد الوطني للجمعية.
أستاذة شوقية معي؟ نعم. مين بيشاركوا النشيد؟ مش سامعه؟ ما فيش صوت. معقول؟ لا لا ما في صوت أبدا. طيب أنا بقالي إنك سامعين، معلش راح. تمام. الآن مسموع؟ لا لا يا سيد شوقي ما في صوت. ما في صوت. ممكن إذا بتحبي أستاذة شوقي تحطي الفيديو. الفيديو الجمعية. الفيديو. طيب. ممكن تحطي الفيديو لو سمحتي. طيب ماشي. إيه واحكيوا لي طالع الصوت. قسما بمن رفع السماء، قسما بمن نشط الدنيا. بلادي قسما بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء. بلادي لك حبي وفؤادي، خافقات في المعالي أعلام حماة الديار علي سلام. أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حما لا يضام. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام، هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي هواء عيدي وأعيدي. بلد الكرام مهد السلام، دستورها للمكانة والمقام. يا عمان نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العربي، فارتقي هام السماء واملئ الكون ضياء، واسعدي ومعني بالرخاء. نحن جند الله جند الوطن، إن دعا داعي الفداء لم نخن. God, we praise and glorify you for your grace.
نشكركم على الاستماع، بارك الله فيكم. والآن لنستمع الآن نستمع لكلمة رئيس جمعية المترجمين العرب الأستاذ عامر العظم، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم تحية الكبار، تحية الأبطال، تحية الفرسان والفارسات، تحية الزهو والاعتزاز. أحييكم في هذا اليوم التاريخي والمشهود، أحييكم في يوم المجد هذا، في يوم الفتح الثقافي المبين على رؤوس الأشهاد، في يوم الرؤوس المرفوعة إلى عنان السماء، في تكريم العقول للعقول، تكريم الكرامة والكبرياء والاعتزاز والعنفوان، لنحتفل اليوم بتكريم 900 شخصية عربية وأجنبية، ولنؤكد على قدرة الإنسان العربي على النهوض والإبداع والتفوق وحقه في حياة حرة شريفة دون إكراه أو ضغط أو تمييز، ولنؤكد أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن اختلافنا قوة ورحمة. هذا هو التكريم السابع في مسيرتنا الثقافية التي انطلقت عام 2002، واصلنا جهادنا الثقافي لعشرين عاماً لنرفع صوت العقل العربي، ونؤكد على سلطة الفكر والعلم على أي سلطات أخرى. تعرضنا لكل أشكال الظلم والأذى والخيانة والسرقة والخذلان والتجاهل والإقصاء والتكبر والتشويه والحصار، لكننا حافظنا على أحلامنا ومبادئنا وأخلاقنا ورسالتنا، قبضنا على جمر الوعي ولملمنا جراحنا، ونهضنا ماردا عملاقا من تحت الركام والحصار، ورفضنا الموت بصمت، أردنا الموت بكل كبرياء وعنفوان، أردنا الموت ونحن نصرخ في وجه، نقاتل معا لنعيش معا ونموت معا. لقد عملنا شهرين متواصلين ليلا نهارا لنخرج بلوحات التكريم الخالدة هذه، تعبنا، حاولنا، اجتهدنا. نترك هذا التكريم ولوحاته للتاريخ والمؤرخين، نكرمكم بضمائرنا، بوجداننا، بأخلاقنا، بكرامتنا، بأرواحنا وأجسادنا المنهكة. رسمنا أعظم اللوحات في هذا التكريم وأجمل صورة عن العربي في العالم. لقد جسدنا الوحدة العربية والإنسانية فعلا لا قولا أو أغنية أو قمة أو اجتماعا طارئا. أردنا من هذه اللوحات ألا ينساكم العالم أحياء أو أموات. نهديكم أغلى لوحات في التاريخ ونتركها أمانة في أعناقكم وشاهدا على العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل أستاذ رزق. بارك الله بك يا أستاذ عامر على هذه الكلمة الشافية الوافية، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك لما قمت به من عمل مميز ومبادرة نوعية ليس فقط على مستوى الوطن العربي بل على مستوى العالم. تفضل أستاذ رزق. أستاذ رزق. أيوة شوقية. نعم نعم. تفضل. قدم للدكتور فواز. تفضل. أكاد الدكتور فواز عنده. نعم. كلمة الدكتور فواز عنده. نعم. طيب. والآن مع بعض الأبيات الشعرية التي نظمها الدكتور فواز زعرور، تفضل مشكورا. تفضل الدكتور فواز، المايك معك. شكرا لكم
تحياتي للمهرجان الكبير. إن أقل ما يقال في لوحات التكريم هذه هو أنها صحائف من ذهب بالفعل، صحائف ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه بإذن الله. لقد آليت على نفسي ألا أبقى صامتاً بل أن أشارك معكم ولو ببضع أبيات، حوالي 8 أبيات نظمتها بخصوص هذه اللوحات بالذات. قلت فيها: أمر على الصحائف مشرعات فتنشر عطرها وردا وغارا، ترصع صدرها ومضات شهب، تضيء سماءنا نورا ونارا، تحيل سحائب العتمات صبحا وتقلب ليلها الداجي نهارا، فتنثر فوقنا طل التآخي وتمسح غرة الشمس اقتدارا، وألمح بين أحرفها نجوما جهابذة وأعلاما كبارا، تزيد مراتب العلياء تيها وترفع مجد رايتها منارا، لتملأ مشرق الدنيا سناء ومغربها إباء وافتخارا. شكرا لكم. بارك الله بك دكتور فواز زعرور على هذه الكلمات الرائعة، وإنما تدل على طيب أصلك، فبارك الله بك. ونتذكر قول الشاعر معا عندما قال المتنبي: واتخذ للنجاح كل سبيل، والبس الجد يا أخي وشاحا، ما يبالي الهمام أين ترقى، أو أتى الصعب غدوة ورواحا، واضح العزم واثقات خطاه، يجعل الليل للأنام صباحا، هكذا تدرك النفوس مناها وترى سبل الحياة في ساحة. الآن بإذن الله ننتقل إلى فقرة أخرى، فقرة مع نائب رئيس جمعية المترجمين العرب من الأردن الحبيب الأستاذة سحر البطاينة، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكرك أستاذة شوقية، بشكر أستاذ رزق واللي تحدثوا، وبرحب بالضيوف الكرام جميعاً. برحب فيكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. All praises be to Allah سبحانه وتعالى. Dear honorees, good evening. First of all, I would like to express our utmost gratitude to be here with you, all of you, this evening in our 7th celebration of Ambassadors of Glory, Culture and Knowledge and Humanity. We applaud the visions and hard work of every one of you who work tirelessly long hours and give up precious time with their families towards achieving the vision and objectives of our goals. Our lives are filled with us jumping from one task to another, trying to achieve success and happiness. Sometimes we are so consumed that we forgot to savor the wins along the way. You are succeeding in ways that 20, 30, or 40 years ago, we never could have imagined. Your work doesn't just enrich our lives, but it also enriches our community and our countries. What you have achieved is nothing short of incredible, phenomenal, and outstanding. This modest celebration represents only a fraction of the recognition you deserve. Be assured, your journey, achievements, and the sweat are noticed, appreciated, and recognized. Thank you for the smile that lighted our hearts. Thank you for the thoughts that changed our path. Thank you for the countless visits to our minds. Thank you for thinking of us before you think of yourself. Thank you a million for the million things you did and still doing. But most of all, thanks to Allah Ta'ala, who made you who you are. I'm so pleased to officially launch the 7th Ambassadors of Glory celebration. I welcome you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you very much, Mrs. Sahar. It was very distinctive word. And now, before, او قبل ما نعرض لوحة الأعلام إن شاء الله اللي هي واحدة من أربع لوحات بإذن الله تضم حوالي 800 مكرم ليس فقط من الوطن العربي بل من العالم أجمع لنستمع قبلها مع قصيدة شعرية جميلة مع الأستاذ رزق قدومي فليتفضل مشكورا. شكرا يا ست شوقية، شكرا، بارك الله فيك. آمين. قصيدة بعنوان الكميت الأغر من نظم الشاعر العربي الكبير الدكتور فواز أحمد زعرور، مهداة للأخ الأستاذ عامر العظم حفظه الله. لو سمحت كبر القصيدة، ظهري صغيرة. So now with a poem to Mr. عامر العظم from Dr. فواز زعرور as a surprise. And Mr. Rizq Qaddoumi will read it. No. No, not yet, not yet. You can enlarge it. كويس هيك؟ شاشة كاملة، شاشة كاملة أستاذ. شاشة كاملة أعمل. You can send it to me if you like and I will share it. ما فيش داعي، فيش أشارك هسه شوقي، بكره نقرأ وخلاص. طيب تفضل. يلا ممتاز، ماشي مش مشكلة. تفضل. أوكي. إذن قصيدة بعنوان الكميت الأغر من نظم الشاعر العربي الكبير الدكتور فواز أحمد زعرور، مهداة للأخ الأستاذ عامر العظم رئيس جمعية المترجمين العرب حفظه الله. لعامر رايات تلوح كفرقدي، تطوف بها الركبان طورا وتهتدي، تأم حماها إن دعاها دعيها بليل جهيم عابس الوجه أربدي. سليل كمات من معد ومازن، كرام السجايا من جواد وأجودي. صناديد تأبى أن تباع وتشترى، وترخص يوم الروع روحا وتفتدي. ليوث متون السابحات مطيها، بمرغ من الأهوال حينا ومزبدي. تقارع طيف الموت والموت مقبل، وتخلع أثواب الحداد وترتدي. أراك أبا زيد عصيا على الخنا، حليما كريما طاهر القلب واليد، وتحمل نفسا كان لله درها، تكابد منها من جهيد وأجهدي. وعرضك تمنع أن يهان ويزدرى، وثوب الردى إن مسك الضيم ترتدي. تعد ليال كان دهرا عديدها، تجالد قهرا بين ناء ومبعدي. لقد عشت في ناديك عمرا منعما، فأصبحت في كرب شديد منكدي. سراياك بيض بالسناء توضأت، وحمر إذا عادت بنصر مؤيدي. وتبسم عن ألما كأن شفاهها أزاهير فاحت من أقاح التوجدي. حبيت بإكرام سقى الله ورده، وأفردت إفراد الأمير الممجدي. فلا تزرع المعروف في غير أرضه، فتأكل زقوما بجمر مقددي. وكن حازما في كل أمر عزمته، ولا ترجئ الأمر اللحوح إلى غدي. وإن جزت في كرب فشاور ذوي النهى، ولا تسأل الأردى فتردى مع الردي. وحاذر من الأصحاب كل ملون، أغر النواصي أسود القلب واليدي. ولا ترتجي من ذي مراء كرامة، ولا منة من ذي ضرام مرمدي. فليس رفيقا ذو جفاء وغلظة، وليس وفيا ذو ولاء مجددي.
تقلبت في الإخوان عمرا فلم أجد خليلا أخا صدق وود مخلدي، طويت بساط العيش شهدا وعلقما، وعدت إلى ماض كريم وأحمدي، وخط تباريح الخطوب فلم تجد كتاريخ عز ماجد الأمس والغد. تبادر أهوال الحياة محصنا بخلق حميد أو برمح مسدد، وترشف من ورد الخصال صفيها، وترشف من ورد الخصال صفيها، وتنهل منها كل راق وأمجد. رؤوم مع الأخيار في كل محفل، ووعر مع الفجار عضب المهند. وتربأ أن تلقى النوائب جاثيا بجنح مهيض أو بصمصام مغمد، وتضفي على فعل الكرام كرامة بترياق ود أو بكلم مضمد. عرفتك سمحا نافذ الرأي ملهما حميد السجايا كالعقيق المنضد. إهابك حيكت من إباء خيوطه، إهابك حيكت من إباء خيوطه بلون تغشاها كلون الزبرجدي. حبيت خصالا عطر الله ذكرها، تسامت كزهر عابق رائق الندي. كميت يهاب الليث رجع صهيله، وتنصت آذان الحسام المجردي. شديد على سقط المتاع من الورى، صفوح نصوح غير باغ ومعتدي. لك الود، لك الود يصفو من عمير وخالد، وأطواق ورد من يمان وأحمد. عمر وخالد ويمان وأحمد أبناء الشاعر فواز عرور حفظهم الله جميعا. شكرا لك يا دكتور فواز على هذه الكلمات الطيبة. شكرا، شكرا لك يا دكتور فواز، شكرا. بارك الله بك على هذه الأنفاس الطيبة أستاذ رزق قدومي، وبارك الله بالدكتور فواز زعرور على هذه الكلمات الرائعة. الصوت يا أستاذ عامر. إذن بارك الله بك مرة أخرى على هذه الكلمات الرائعة، فدائما نقول لا ابتعد عن الدائرة المرسومة لك، واخرج عن المألوف، فكر بطموح وإبداع، ولا تستسلم أبدا لكلمات الإحباط التي تحبط بك. الآن ننتقل مع لوحة الأعلام، وهي اللوحة الأولى. أستاذة شوقية معلش، دكتور فواز عم بيحاول يحكي بس عنده مشكلة بالصوت. متأسفة. يعني عم يحكي دكتور فواز بس عنده مشكلة بالصوت. دكتور فواز غير مسموع، لا نسمع صوتك دكتور فواز، لا نسمع صوتك، لو سمحت زبط الصوت وتفضل نسمعك. تفضل. يبدو أن لديه مشكلة أستاذة سحر في الصوت. دكتور فواز هل تسمعني؟ دكتور فواز إذن نكمل. نكمل. نعم نكمل بإذن الله. دائما نقول إذن لا تنظر لأحلامك كأنها شيء بعيد المنال وصعب الوصول. أحلامك دائما قابلة للتنفيذ والتطبيق، تنتظر منك التحرك فقط. الآن لننطلق مع اللوحة الأولى في تكريم هذا اليوم لسفراء المجد السابع والأستاذة سحر البطاينة لتعرض لنا اللوحة الأولى وهي لوحة الأعلام، فلتتفضل مشكورة. أستاذة شوقية حضرتك تعرضي ولا أنا أعرض؟ اعرضيها لأنه مش عندي نسخة نهائية. تمام. تفضلي. الآن ستذكر الأسماء اسم. أستاذة سحر إذا بتحبي أنا بعرضها أساعدك فيها. تفضلي رانيا. تفضلي. You can. إذن هذه اللوحة الأولى وهي لوحة الأعلام. بحب أشير إنه الأسماء مش مرتبة، يعني
أنا حذكر الأسماء مش بالترتيب. ماشي. مش تفضل. تفضلوا حضراتكم. تفضل. أستاذة رانيا. إذن هناك أربع لوحات سنعرضها اليوم. الصوت مسموع الآن؟ نعم نعم تفضل دكتور. نعم. عبين ما تجهز رانيا اللوحة. تفضل. ما كنا سمعينك. نعم نسمعك تفضل. سمعينك دكتور تفضل. تفضل. أستاذة شوقية؟ نعم نعم أسمعك جيدا. تفضل دكتور فواز تفضل. أستاذة شوقية؟ نسمعك نسمعك تفضل. لا وددت فقط أن بضع كلمات أن أقول بالنسبة للقصيدة هذا أقل ما يقال بأستاذ عظيم كالأستاذ عامر العظم حفظه الله. والشكر لكم جميعا على الاستماع لهذه القصيدة التي آمل أن تكون قد نالت استحسانكم وإعجابكم. ما شاء الله قصيدة رائعة. لك يا دكتور أشكرك على المفاجأة. أنا لا أستحق الكلمات. أهم شيء إنه والله أستاذ عامر هذا أقل ما يقال بكم. أنت رجل عظيم أعزك الله وأمد بعمرك. الله يبارك فيكم جميعا. والشكر موصول لصاحب الإلقاء الجميل الأستاذ الأخ الصديق رزق والأخت شوقية والأخت سحر. حياك الله فواز. حياك الله أشوقي. بارك الله بكم. بارك الله بكم جميعا. قصيدة رائعة ألفاظها جزلة ومعانيها عظيمة. بارك الله بك وبأنفاسك. تفضلي بارك الله بكم جميعا. ستعرض اللوحة أستاذة سحار ستعرض أسماء لوحة الأعلام وهي اللوحة الأولى. تفضل. تفضل. الرحيم بداية رح نبدأ مع البروفيسور محمود الداود البروفيسور إبراهيم العلاف شاعر عبد الكريم الطبال دكتور مهدي عبد الهادي البروفيسور يحيى جبر البروفيسور تيسير الألوسي الدكتور أحمد الرماوي الأستاذ وليد الحصري البروفيسور نعوم تشومسكي الدكتور طلال أبو غزالة الدكتور عبد الكريم برشيد البروفيسور عماد أبو كشك الأستاذ جعفر رميني البروفيسور أحمد عطاونة البروفيسور سارين سيبة البروفيسور إبراهيم السعسان الأستاذ خليل إبراهيم رسول الدكتور سليمان أبو ستة البروفيسور عدنان مجلي البروفيسور عبد الله الطنطاوي البروفيسور إبراهيم أبراتش دكتور إبراهيم أبو رصاع محمد أبو رصاع عفوا الدكتور حازم قشوع الدكتور إغناسيو فرناندو الأستاذ عبد الله التايه الأستاذ محمود سالم رحال البروفيسور عزيز حيدر المؤلف محمد سيف البروفيسور عبد المنعم الرجبي البروفيسور الحمود كنعان البروفيسور أنيس نعومي البروفيسور علي محمد الصابري الدكتور أحمد قرهام البروفيسور نور الدين الشملالي الدكتور سليمان عباس البروفيسور قسطندي شوملي البروفيسور محمد يونس الدكتور ماجد أنور رمضان الأستاذ هلال ملاحس البروفيسور أبو يعرب المرزوقي الدكتور محمد مقدادي البروفيسور سعد بوتاج الدين البروفيسور عايد الزهراني الدكتور محمد بنيس البروفيسور مجدي حاج إبراهيم البروفيسور نضال الصالح البروفيسور محسن صلاح الدكتور هشام طالب الشيخ عوض عودة الدكتور عبد الحميد بوراية البروفيسور عودة البروفيسور ريما الحكيم إيه عفوا على المقاطعة. بالنسبة للبروفيسور عودة رحمه الله هو دكتور في الجامعة وكان قد أخبر بترشيحه للتكريم في سفراء المجد السابع وهو دكتور ما شاء الله فذ وعظيم ولكن قد توفاه الله قبل أيام فعليه رحمات من الله. تفضلي. الله يرحمه. نتابع البروفيسور ريما الحكيم البروفيسور سيد شريف الشيخ فواز الفايز الأستاذ محمود شقير الدكتور عبد السلام فيزازي البروفيسور مايك جبارين الدكتور يحيى الآغا الدكتور مسلك ميمون الأستاذ هاني المصري البروفيسور عماد البرغوتي
الدكتور أيمن نزال، الأستاذ جهاد الصالح، البروفيسور فاطمة بن عبد مليح، الدكتور عبد الجبار خليلية، البروفيسور عبد الإله الصايغ، الدكتور إبراهيم كلوب، الأستاذ نزار سرطاوي، الدكتور علي الشهري، الكابتن يوسف الدعجة، البروفيسور دونالد بيتشر، البروفيسور حاتم جاسم الحسون، الأستاذ أحمد عزت سليم، البروفيسور رياض العيلة، أستاذ أحمد عثمان شحادة، أستاذ عادل مصطفى الأسطى، البروفيسور حسين مناصرة، الدكتورة لينا مكرزل، الدكتورة بدرية سليمان العباس، البروفيسور صالح أحمد صالح، الدكتور أيوب أبو دية، البروفيسور عبد الحميد الحسامي، الدكتور محمود التميزي، الدكتور رمضان محمد، الدكتور هلال جرادات، موسوكاتي نقولا كال، دكتور حسين المحسن، الشيخ سطام حاتم الفايد، البروفيسور صديق أبو سليمان، الدكتورة مي رزق الله، البروفيسور الدكتور فواز زعرور، دكتور صالح أبو سليم، دكتور طلال أبو عفيفة، أستاذ محسن الخزندار، دكتور عمر عيد، الدكتورة هديل السعد، الشيخ وليد بني صخر، أستاذ عبد الرحيم الزواهر، أستاذ محمد سمعان، أستاذ ميشيل سوملانس، البروفيسور جونيا شوفوني، الدكتور كمال حسن علي، البروفيسور فواز فرحات، دكتور مجدي عزت، دكتورة سهى حمود، دكتورة سهيلة شاهين، البروفيسور محمد القروي، دكتورة نائلة الوعلي، الشيخ نوال الحمود الصباح، الأستاذ مازن الدويكات، دكتور ناصر الدين الشاعر، أستاذ عزيز العصا، دكتور حسين السنوسي، البروفيسور صالح الرفاعي، الأستاذ أحمد طيبات الربيع، الدكتور فهمي شراب، الأستاذ صلاح داود، دكتور فهمي العبودي، البروفيسور شادي الغضبان، دكتورة فاديا كيوان، دكتور أنور الشعر، الأستاذ محمود الرماوي، البروفيسور معتز عناد غزوان، دكتور محمد أبو جازية، دكتور محمد الغمايدة، دكتور إبراهيم الشهباني، دكتور معروف جلول، سمري، البروفيسور حسين عطوة، الدكتور فواز الخزندار، الدكتور البروفيسور فيصل علي، الأستاذ محمد الخليلي، البروفيسور نايف حسن. لحظة يا ست سحر لو سمحتي، رانيا لو سمحتي أرض اللوحة لو سمحتي. تفضل يا ست. عادي ممكن أنا أعرضها. أنت أفضل تعرضيها الله يرضى عليك، ما كان هي لازم تعرضها. طيب أوكي بس أعطوني. مش مشكلة. أوكي. خلص أشيل يا رانيا. أي رانيا رجعت عملت شير. أوكي سريع على الإنقطاع. نعم. الأستاذ محمد الخليلي، البروفيسور نايف حسن، دكتور رائد العبيدي، البروفيسور خالد السندساوي، البروفيسور مهاندرا بال، الأستاذ أكرم عطلة، البروفيسور عبد الرزاق الحسيني، الأستاذ فرنكا جوليس، البروفيسور مصطفى العمري، البروفيسور فايز محمد عقل، البروفيسور محمد سرواء، البروفيسور مازن أبو رزيق، البروفيسور ماهر أبو ماضي، الأستاذ محمد الحمصي، الأستاذ شفيق التلولي، الأستاذ محمد كواش، البروفيسور موريزو فيزي، البروفيسور قاسم شعبان، الأستاذ خليل جيوسي، الأستاذ عامر أبو داود، الأستاذ ديما سمعان، البروفيسور محمد سعد الله، الشيخ أمين بركات الحوامدة، الأستاذ صبحي فهماوي، الأستاذ مها الصالح، الدكتور سامر سمرين، الأستاذ محمد سعود، الأستاذ وجان يشار، الأستاذ سعيد يعقوب، البروفيسور إقبال السمالوسي، الأستاذ أيمن داود اللبادي، الدكتور عبدين الشريف، الدكتور وليد الشوملي، الدكتور فتاح الحمس، البروفيسور مجبور رحمن، البروفيسور أحمد فرحان عطوان، ناتاليا ماي تريكا، الدكتور مصطفى الداوي، البروفيسور خالد الصافي، الدكتور محمد الخضر، البروفيسور جمال السعدي، البروفيسور سوزي
محمود، البروفيسور نيفين ثروت، البروفيسور معتز قطب، الأستاذ مروان باجس، الدكتور عماد الغراوي، البروفيسور جمال محمد جبر، الأستاذة ساجدة الموساوي، الدكتور محمد عامر، الأستاذة وجيه البيومي، الأستاذ محمد النجار، الأستاذ ناجي زكارني، مهندس محمد الفراوي، برايان لويس، الحسن حمامة، لورينا روكي، سلوى المصري، دكتور نجوى عبد اللطيف، أستاذ مارك بينتينج، أستاذة رونا أرايا، أستاذة عائشة بالنور، الدكتور غيث مكتبي، الدكتورة فيرجينا باساكو، الدكتور محمد الرباوي. وبعتقد في أسماء ما ذكرت ولا انتهينا هيك؟ بعتقد بس آخر سطر لو تكبري لي إياه إذا ما في إزعاج. أوكي البروفيسور لا صعب قراءته. بعتقد نكتفي بهذا القدر من اللوحة الأولى. شكرا نعم. جميعا. شكرا، بارك الله بك. إن شاء الله ننتقل للفقرة الثانية. أستاذ رزق تفضل. أستاذ رزق. أيوة سيد شوقية. نعم تفضل. أقرأ لوحتي يا سيد شوقية؟ لا قدم الفقرة الثانية. ممكن أنا في عندي فيديو لطيف لأعضاء الجمعية. أوكي. الآن مع فيديو إنجازات الجمعية تقدمه السيدة صحة البطاني، فتفضل مشكورة. تفضل يا أخت شوقي. أخت صحة. الفيديو حضراتكم هو عن أعضائنا اللي إحنا عائلة أرتا، اللي إحنا 12 عضو، بس في أعضاء من يعني ما مشتركوا بالفيديو لضيق الوقت، فأنا اكتفيت بالثمن أعضاء الموجودين، بس حبيت أورجيكم هيك جزء من حياتهم اليومية. ولحظة واحدة أشارككم الفيديو. معلش سامحوني. So now there is a video about ARTA members. Inshallah, it was prepared by Ms. Sahar Al-Bataina. Sot, ya Ustada Sahar. Sot. Damni Sot, Ustada Sahar. مشاركة الصوت في نفس الابليكيشن زوم. غنوة حلوة وغنوتين
شكرا، بارك الله بك على هذا الفيديو الرائع الذي أظهر جانبا من الجانب الإنساني لمجموعة أرتا بالإضافة للعامل أو للجانب العملي. شكرا، بارك الله بك. الآن ننطلق مع اللوحة الثانية، ألا وهي لوحة الأكاديميين والأستاذ رزق قدومي، فليتفضل. شكرا. نعم 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 تفضل. بس أشارك اللوحة يا نعم شو. إن شاء الله. إذن لوحة الأكاديميين أكاديميك. أنا بحب أطمن الحضور إنه بعد ما نقرأ لوحات حيكون في مجال لكل حدا يحكي، فحضراتكم اللي رافع إيده أكيد حيكون في مجال لكل حدا مكرم ولكل حدا موجود للحضور إنه يحكي ويعبر عن رأيه ونسمع مداخلته، بيسعدنا طبعا، بس لننتظر لحتى نقرأ اللوحات. تفضل أستاذ. إذن هذه لوحة الأكاديميين. صوت واضح يا شوقي؟ واضح الصوت حضرتك؟ واضح. نعم نعم تفضل. أوكي. أوكي شكرا. بروفيسور سعد الدين البلتاجي، دكتور فوزي السيد، بروفيسور وليد توفيق، وبروفيسور ماريا. استاذ رزق، بتحب انا اشارك؟ ما في مشكله. لا خليه يشارك، هو افضل يعني، بتحرك في اللوحه افضل هيك يعني. خلص تمام. اوكي. اذا البروفيسور وليد توفيق، بروفيسور سعد العويدي، بروفيسور ماريا كامبرا، بروفيسور اختم ديزليلوف، بروفيسور علي أبو زيد، بروفيسور عارف الأهدل، دكتور إيمان أبو شهاب، دكتور ولاء حسن، دكتور ولاء السيد أبو رجب، دكتور نوال الشيخ، دكتور نانج لاكسانا كاما، دكتور سعد الدين دداش، بروفيسور رانيش دوفيدي، دكتور ناهل سلمان خليل، دكتور سيد الرحمن، دكتور شهيرة حمدان، دكتور رعد مولود هادي، دكتور مشتاق، ودكتور نجوى دراوشة، ودكتور إس رافي شندران، دكتور عبد الله كراز، دكتور ريم الهفودي، دكتور محمد زبير، دكتور عبير الجودر، دكتور العربي الهدراوي، دكتور محمود مرادي، دكتور عدنان عبد الصافي، دكتور زاهر عطوة، دكتور مخيمر أبو سعدة، دكتور كامل مقبل، دكتور زين خديجة، ودكتور جهاد فيض الإسلام، دكتور جكاناث ساهو، دكتور إقبال سهيب ديشار، دكتور رجا صخار، دكتور ابتهال عبد الكريم، شكرا على الخط هذا، شكرا، دكتور ابتهال عبد الكريم، دكتور إبراهيم مشاهر، دكتور هشام لهلو، هذا بس يعني بدل على الاحترام للناس الموجودين. ما في مشكلة. للأسف يعني، للأسف إنه في بعض يعني مشاغبين إذا ما سميهم. ما في مشكلة. مبين اسمه اللي بخرب، لو سمحتوا ما حدا يخربش، ببين اسمه عندي، مبين. طيب حضري فورا يا شوقي، مش ببين. هو دكتور يعني مش عارفة. يمكن ما بيقدر يستخدم، يمكن ما بيستخدم بالغلط. طيب تفضل دكتور أستاذ رزق، تفضل. بروفيسور فاتح عدينا، بروفيسور فتح المحمد، بروفيسور هند الحميدي، بروفيسور إيمان عباس، بروفيسور عزت أحمد، بروفيسور خضر، بروفيسور إم إس إم سليم، بروفيسور محمد أسلم، دكتور أكثم ياسين، دكتور عمر العنبر، دكتور خالد شطيبي، دكتور شيماء الربيعي، دكتور سهيلة شاهين، دكتور سوداتا بانرجي، دكتور يحيى مرشد، دكتور ثريا سنوسي، دكتور هبة غريب، دكتور رحيم خان، دكتور رفيق محسن، دكتور برافيش بركاش، دكتور مشير عامر، دكتور حسن لبان،
دكتور هالة الحرازين، دكتور بهاء مدكور، دكتور محمد الغزي، دكتور مي رمضان، دكتور هاني البليجي أو البليحي، دكتور محمد بن عصوب، دكتور شيماء حسنين، دكتور أيمن الحلاق، دكتور محمد ناصر الدين، دكتور محمد العقاد، دكتور هالو إمام، دكتور نور حاتم الحداد، دكتور بروين مصطفى، دكتور حنان أحمد البادو، دكتور منى نعيم، دكتور صادق البصير، دكتور لؤي أبو ريدة، دكتور فارس الكاتب، بروفيسور حافظ المغربي، بروفيسور سبيلة دحام، بروفيسور صالح النهاري، بروفيسور زليخة سيلام أوغلو، دكتور سنديب شارما، دكتور سماح نصر، دكتور محمد الرمادين، دكتور سراب مغير، دكتور نبراس طاها، دكتور نيراج سيديا، دكتور نيران جابر، دكتور جادي هشام، دكتور أيمن الحلفاوي، دكتور محمد الفاتح أو الفتاح، دكتور محمد قطب الدين، دكتور سعد الداري، دكتور سماح الرملي، دكتور فاطمة توكل، دكتور حيدر مجيد، دكتور منذر داود، دكتور فاروق رزق بخير. حرك اللوحة أستاذ، حرك اللوحة. لفوق ولا تحت أي؟ إذن دكتور فاروق رزق بخيل، دكتور فهد الكشام، دكتور فدوى عودة، دكتور عصام الجبيعي، دكتور إصباح الشمري، دكتور ضياء عبيد، دكتور وجدي بن هادي، دكتور بكاري مختار، دكتور نادية محمد، دكتور صيام، دكتور عباس جلمراد بيك، دكتور دينا كامل، دكتور علي حسين حازم، دكتور سنان عبد حسن، دكتور صلاح الدياب، دكتور سعد السيسي، دكتور تيفي جاي موني، دكتور محمود ترابين، دكتور خالد الأهدل، دكتور يوجي شراو، دكتور ريني لستواتي، دكتور بهزاد زماني، دكتور ريما الخاني، دكتور محمد الخزندار، منى الخزندار، أستاذ بسام الخلايلة، دكتور رأفت العرير، دكتور محمد هاو من سوري من هاو وو، دكتور من هاو وو، إن شاء الله أكون ذكرت الاسم صح، دكتور باسم بشوع، دكتور بدران حامد، دكتور محمد كرابش، دكتور إن شمند، دكتور عاطف الشربيني، دكتور أشرف صالح، دكتور أنجو نوتيال، دكتور أمجد لطيف جبار، دكتور أحمد القاضي، دكتور أحمد أبو ناجي، دكتور عدنان الشعيبي، دكتور وسام الإبراهيم، دكتور أبيجيت أوجا، دكتور عبد الودود النزيلي، دكتور عبد الرحمن مراد، دكتور العنبر خالد العنبر، دكتور عبد الناصر النقيب، دكتور هند مكرم، دكتور بهاف كي، دكتور صباح أحمد، دكتور أحمد يوسف، دكتور صفاء النعيلي، دكتور لويس كاردوسو، دكتور محمد أسعد، دكتور إركول بيرم، دكتور محمد صالح، دكتور محمد السقاف، دكتور حج بن سيمان، دكتور سلوان الحديثي، دكتور مثمنة SPDI MBD، دكتور مولود بن زادي، دكتور عبد الناصر النقيب، ودكتور دكتور منذر رديف داود، دكتور حيدر مجيد، دكتور فاطمة توكل، دكتور سماح الرملي، دكتور علي عازر، دكتور أمينة القيسي، دكتور صابر النفسان،
دكتور أمينة بلالة ودكتور أمجد دكتور أكرم حبيب ودكتور نداء بهلول دكتور علي الهتار دكتور علي أتريشي دكتور سلام سليم سعد دكتور مقيد أبو الفضل دكتور أحمد زبن دكتور أمين سلول دكتور محمد السفاق أو سقاف سوري ودكتور محمد صالح دكتور حيدر أم محمد إن شاء الله ما ظل أسماء ما نسيناها أرجو أن أقرأ الأسماء كلها إن شاء الله بارك الله بك حياكم الله حياكم الله مبروك للجميع مبارك لجميع المكرمين إن شاء الله الآن ننتقل إلى كلمة مع الدكتور عمر النايف فليتفضل مشكورا دكتور عمر النايف تفضل افتحي له المايك أستاذة سحر ممكن مش عارف يفتح ارفع اليد لو سمحت دكتور عمر النايف دكتور ترفع ايدك بس لو سمحت دكتور عمر دكتور عمر النايف ارفع اليد ان كنت موجودا لتبدأ بكلمتك ثم أستاذة شيماء حسنين تحضر نفسها دكتور عمر ارفع اليد وشيماء ارفع اليد لو سمحتوا إن كنتم موجودون إن كنتم موجودون دكتور عمر النايف وأستاذة شيماء شيماء رفعت إيدها أستاذة سحر افتحي لها المايك أوكي. فتحت للدكتورة شيماء تفضلي حضرتك تفضلي السلام عليكم حضرتك سامعيني نعم نعم تفضلي عليكم السلام انا مش عارفه افتح الفيديو بس انا فاتحه يا دوب الصوت المايك فتحنا لك تفضلي اوكي شكرا العفو it is hard to put this feeling into words nevertheless I'm very glad to deliver my speech on such an important and momentous occasion in my life It is a huge honor for me to receive this honoring certificate for my academic contributions. I am deeply honored by this recognition of my academic work. First of all, I'd like to recognize all the immense hard work of all the candidates. Congratulations all. With regular and gradual persistence, all the problems were solved one by one. Thank you, Mr. Amir Al-Azm, for enlightening the path for others to pursue their dreams and achieve them. The dedication of this award I'd like to extend to my mother. I am what I am today because of her efforts. She left no stone unturned in providing me with necessary resources in life. Most noteworthy, I can never pay back what she did for me. I'm deeply thankful to my second family at Horus University, Egypt, for their constant support and considerable encouragement. This award will always be dear to me. It will always be a reminder of my hard work that I have put into my academic work. Moreover, this award will only motivate me to achieve more success in the future. Thank you all. Thank you for giving me the opportunity to express my gratitude and my joy in this day. Thank you, Mr. Amir Al-Azm and all the family of Arthur. Thank you all for your time. Thank you. Thank you very much, Dr. Shaima. Thank you for these nice words. Thank you and congratulations for being selected in this glory celebration. Hope you the best always. Now, Mr. Rizal. أستاذ شوقي, الدكتور عمر كأنه عنده مشكلة بالصوت. ارفعي له, مكني من الصوت, يمكن مش مفتوح له المايك. طيب اوكي ممكن لا انا حكيت معه ممكن تروحي على الحلقه الثالثه تفضلي طيب ماشي تفضل استاذ رزق قدم الفقره اللي بدا وراها اوكي والان مع لوحه المعلمين والمترجمين تقدمها الاستاذه شوقية حوورة فتفضل مشكوره تفضلي اختي منى بارك الله فيك استاذه سحر تشارك يلا اوكي يلا دقيقه
إذن الآن اللوحة الثالثة، لوحة المعلمين والمترجمين. نعم. نعم. كبريها لو سمحتي. واضحة هيك؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبارك لجميع المكرمين من المعلمين والمترجمين الآن. بداية شوقية حواورة، مي، لينا يحيى، هناء بوكيلي، نوال الزهوي، رانيا حنانية، رزق قدومي، دكتور رفيق محسن، محمود العليمي، مرشد حواورة، جهاد جيوسي، رجاء كنعان، نسرين هباش، آيات زعرور، وهيبة عجمي، أنيس شمسان، ثريا هرابي، دكتور وصفي أبدو، أمر إبراهيم، أمير خلف، مرفت حنيدي، دكتور موسى موسى، دكتور موسى مسعود، توفيق مردش، التميمي، تمارا الشكر، محمد سلامة، متولي شناوي، عبد الرزاق مكور، أحمد عطية رزق، أحمد التميمي، أفاف الخير، وائل جلغوم، عبد الغفور كارا، أحمد كامل، محمد الزيالي، توفيق تشاتوتي، رشا حتيم، أمجد كريمين، دكتور فاطمة النجار، هيا كزمار، ماوية أبو عرقوب، نعمان ريدي، رغدة حسين، ماجدة شعبان، عفاف أبو سكران. ننتقل للمجموعة الثانية. أستاذة سحر. أستاذة سحر. بتحرك بتحرك يا أستاذ بتحرك. نعم. طول بقى عليها شوي. تمام. إذن نكمل لوحات المعلمين والمترجمين. الحسن الربع، عبد المنعم ناصر، حسام زغلول، دكتور هيثم حموي، عبد الله الزعبي، سمير العزم، سميرة أبو ريدي، علاء سليمان، حسام عوض، زريبي سفيان، علي السبول، إحسان مصطفى، نهى رشيد، حميد كرشي، خولة مريش، بسام جمعة، نسرة جمعة، منير حنية، عزة شملول، دكتور إخلاص قرآن، سعد زبن، عبد العزيز مكو، دكتور محمد حسين، محمد السعافين، دكتور ابتسام الخليف، دكتور ابتسام خلف الله، عاصم الحمودي، محمود الحباس، لينا البيتار، ثامر حميد، أسماء محمد، أسماء سليم، عاطف مرزوق، إياد ثابت، أيمن حميدة، عبد العزيز ودعت الله، عبد الحميد شعلة، عايشة البركي، خيرة المطربي، بديعة أتمة سوري يعني for pronunciation، راوية حمد، نجلاء فتحي، سناء السبايبة، هيام حسني، إيمان شاهين، نيفين مشاعلة. Yes, we will continue. Teachers and translators. Okay. تمام. حميد كرشي قرأنا هذا. تمام. رجب الحسام بسمة زواني مبي، حيدر غازي، محمد أبو موسى، هالة محمود، منى أبو سعدة، أنيسة مصلي، محمد أبو العز، طلعت أواد، ليلى الجمل، مها سمور، رويدة حمامرة، أماني مبارك، نادية حنون، مراد متشاتش، محمود مومني، محمد أبو الرب، شعبان ربيع، تهاني حميدان، حناء عباس، سندس عزي، لميس مناصرة، لطيف رشيد، ليا قاسم، سهر القيشاوي، حناء حسيب، سوزان حبيب، حنان أبو سكران، حنين المؤدب، هاني مياس،
محمود أبو حسين، وضحى الحربيات، شيرين شلدوم، بسمة السرف الصارف صارف مبي، صباح المفارجي، نجاة فران، جيهان رزق، نجلاء هنا، محمود الشربيني، نجوى الماس. Yes, we will continue. تمام. نعم. شفاء تيتورو، شرف أهريبيا، سارة علاء الدي، دعاء الهباش، فهد الهذول، رباح حسن، بطور ردون، هالة المصري، أمل أمر، ميلاد أبود، ليلى عوضي، ألوف التراونة، بثينة بن علي، مروة ثروة، مروة السواحلي، منال العازم، ملك الشريف، مراد قحطان، شادية مهران، ندى السباعي، أحمد خدير، ابتسام جليتي، محمد الماليزي، إناس أبو فرحة، إيزابيل أبو جميل، خلود الخولي، نبيل إتريش، رياحي هادية أو هادية رياحي، رنا سعادة، محمد حسنين، رائد الجميلي، ربحي دلين، نادية حسن، هدى عودي، هشام إزات، شيرين إمارة، رهاب الزيات، ريم محنة، سامية يحيى، غالية أبو مويس، رشاد ديسوكي، سامية الحسنات، سامية جهار أو جهار، سبيكة بهري، سمير المتريحي أو المستريحي. سمير المستريحي. Yes. We will continue. حنقرأ السطر الأخير. نعم. نعم آخر سطر. آخر سطر فقط. أيوة آخر سطر. نعم. دكتور نهى عبدو، نعمان أحمد، الخفاجي ليث، أحمد كادري، شفيق أليمات، رانيا دعامسة، ثائر سلامة، جازي عبيدي، الحسين خضري، إيمان راح، الحسين خضري، إيمان محمود، إياد ثابت، شيرين قاسم، فتحية الخمايسة، فاطمة سعيد. فاطمة سعيد، then رشيد بكري، هبة بيومي، إنجينير مدفر العدلي، هيثم زيدان. Congratulations for all. ألف ألف مبارك لجميع الخريجين والمكرمين. أعطيك العافية. أعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. العافية. يا وطني المكلوم بألف سهم وسهم، لا زال جرحك يا وطني ينزف منه الدم، ولا زالت جمعيتنا يا وطني لروح هذا الشعب يم، وستبقى جمعيتنا يا وطني في جوف الأعداء ألف سهم وسهم. الآن مع كلمة الطالبتين لميس جمعة وزينة حواوري، فلتتفضل مشكورتين. نعم شكرا لك، لكن هناك كلمة قبلهما للأستاذة نوال الزهوي ثم نستمع للطالبتين. تفضلي أستاذة نوال الزهوي، مكنيها من الصوت أستاذة. تمام. تسمعونني؟ السلام عليكم. تسمعونني؟ نعم نعم. عليكم بسم السلام الله. ورحمة السلام. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام للأحباب، سلام لكم أفراد عائلتي الكريمة، سعداء بلقياكم في هذا العرس الثقافي الكبير، لقاء الأبطال ولقاء أصحاب الهمم العالية والوجوه البشوشة المبدعة،
وعلى رأسها أستاذنا الكريم أستاذي الفاضل الأمين أستاذ عامر العظم. أحييك أستاذي تحية الأبطال، تحية الإسلام، تحية حارة ملؤها المحبة والاحترام. أحييك من قلب أوروبا، من العاصمة الأوروبية بروكسل، حيث أباشر مهامي كمترجمة محلفة لدى المحاكم ولدى اللجنة الأوروبية المشتركة The European Commission. بفضلك يا أستاذي تعلمت الكثير عبر مشاركتي في دوراتك الرائعة القيمة التي كما أقول دائما لا مثيل لها على الصعيد العالمي. مسيرة جميلة حافلة بالإنجازات واللوحات والشهادات التي حصلت عليها منك والتي لن تندثر أبدا. أريد أن أكرر شكري من هذا المنبر على ما قدمته لنا هذه الجمعية منذ اليوم الذي التحقت بها. إنه لفخر لي أن أنتمي لها، يا له من عطاء غزير وبلا حدود ما تقومون به. مهما نقول لن نوفي في حقك يا أستاذي، دمت لنا دمت لي شمعة تضيء دربي وطريقي كل يوم، أنت الأمل. ولا يسعني أيضا إلا أن أشكر جزيل الشكر الأستاذة الغالية أستاذة صحر على مجهوداتها الجبارة وعلى تفانيها في خدمة الجمعية. نعم المفكرة المثقفة التي لا تبخل بعطائها وبتقاسم تجاربها المهنية. دمت لنا دائما تألقا ورونقا. ولا يسعني أيضا إلا أن أشكر الساهرين على هذا الحفل من قريب وبعيد، وخاصة الأستاذة الزميلة العزيزة الغالية أستاذة شوقية والأستاذ الكريم أستاذ رزق. دمتم لنا كلكم تألقا، ووفقنا الله لكي نكون ذوما مع بعض ونسعى لرقي وازدهار جمعيتنا إن شاء الله. وأكيد هذا التكريم سيبقى إنجازا تاريخيا راسخا في ذاكرتنا، وأستاذنا سيبقى دائما تاجا على رأسنا، وتتبقى هذه اللوحات كما قال أستاذ الكريم أمان في أعناقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك على هذه الكلمة الرائعة. شكرا لك، وتعجبني منك دائما كلمة جمعيتنا، لا تقولي الجمعية بل جمعيتنا، لأنها هي فعلا لأنها هي عائلتي. I would like to thank to express my gratitude of course to my professor Amir Al-Azam to be chosen and for giving me of course this great opportunity to be part of ARTA, my wonderful second family. I repeat it because لأنني أعتبرها عائلتي الثانية. Thank you very much. Thank you. شكرا على واجب. يا نوال أحييك. حياكم الله. أسعد الله. شكرا لك وألف ألف مبارك تكريمك للمرة الثانية. ألف ألف مبارك. شكرا. الآن هناك مفاجأة لأحد الوالدين المكرمين في هذا الحفل، هم لا يعرفون من سيتكلم الآن. الآن نترككم مع الطالبة لميس جمعة من فلسطين، إن شاء الله سوف تتكلم كلمة وما عن شعورها عندما علمت بتكريم والديها الأستاذ بسام جمعة المشرف التربوي وزوجته الأستاذة نصرة جمعة، وهما أستاذين رائعين من فلسطين الحبيبة. فلتتفضل الطالبة مشكورة. لميس مكنيها من الصوت، ارفعي اليد يا لميس، خليها تمكنك من الصوت. ارفعي ايدك، خليها ست سحر تمكنك من الصوت. نعم الآن ست سحر هي رفعت ايدها، مكنيها. أوكي. تفضلي يا لميس. نعم مساء الخير للجميع، معكم الطالبة لميس جمعة من فلسطين. بداية بحب أشكر الأستاذة شوقية حوابرة مديرة العلاقات العامة استضافتها الجميلة بهذا اللقاء الرائع. الأستاذ بسام أستاذ نصرة والدي الأعزاء، بحب أحكي لكم أني فخورة فيكم، فخورة كثير بكوني بنتكم، فخورة بكل إشي بتعملوه، كل خطوة بتخطوها منكم بستمد القوة منكم، وبتمنى من ربنا يخلي لي إياكم. منكم بتعلم أواجه الصعوبات والتحديات، ما أوقف عند نقطة معينة. منكم تعلمت الإصرار والعزيمة طول ما أنتوا معي وبحياتي وبكامل صحتنا وعافيتنا، ما بدي إيش من الدنيا، لكم مني خالص الدعم والمحبة. وبالنهاية بحب أشكر جمعية المترجمين العرب على هذه المبادرة المميزة والتي هي تكريم العقول للعقول، وشكراً.
شكرا حبيبتي لميس، يعني كلماتك من القلب وصلت للقلب. ألف مبارك لوالديك ولجميع المكرمين. الآن مع طالبتي لدور الآن، طالبتي زينة حواورة، فنستمع لكلماتها. تفضلي زينة. زينة افتحي المايك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة زينة مرشد حواوري من فلسطين، وأنا الطالبة من طالبات أستاذة شوقية حواورة. أنا فخورة لتكريمها مع حوالي 800 شخصية اعتبارية ومنجزة من أنحاء العالم، وهي تستحق كل الشكر والتقدير لأنها معلمة مميزة. وقد حضرت معها دورات مجانية للغات برعاية جمعية مترجمي العرب بقيادة أستاذ عامر العظم، وكنت مشاركة في تلك الدورات الممتعة والجميلة جدا، وقد تعلمت من خلالها الكثير من المعلومات المفيدة، حيث مررت بالعديد من التجارب على أيدي أستاذتي شوقية والأستاذتين دانيا وعائشة. ثم توجه هذا الإنجاز بالاحتفال الرائع جدا، وقد سررنا به في 27/1/2022. ألف مبارك لك معلمتي الغالية، ومبارك لجميع سفراء المجد. شكرا على استماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا زينة، بارك الله بك وأتمنى لك التألق دائما. شكرا لك على كلماتك الرائعة حبيبتي. الآن أستاذ رزق تفضل. الصوت أعتقد صوت يا ست سحر. نعم تفضل. اوكي شكرا. والان جاء دور لوحه الادباء، فلتتفضل الاستاذه رانيا فتتلو الاسماء اللي ذكرت. استاذه رانيا تفضلي. السلام عليكم جميعا. استاذه سحر يلا اعطيني بس دقيقه. فيهم just a second. الأستاذ شيخ سليم أبو محفوظ، الدكتور أحمد بني هذيل، الأستاذ عبد السلام مصباح، الأستاذ عبد الرحمن المبيض. بدون أستاذ يا رانيا، بدون أستاذ، كلهم ما شاء الله أساتذة ودكاترة. خلاص أهلا ما أطلع. عفاف علي الدجاني، كميل عبد الله صباح عودة، محمد الرشدان، دكتور سليمان غازي يعقوب، هاني أبو طوق، حسن رمزي، دكتور عادل جودة، محمد رمضان الجبور، علي قصي، حسن عبد المقصود رزق، حسن الفيل، ياسر سليمان صمور، دكتور موفق السباعي، عبد الناصر فروانة، نشأة وحادي لوحيدي عفوا. عليان العدوان، دكتور حسان أبو ناصر، دكتور ماجد الخواجة، محمد نجيب حج حسين، جمال الهنداوي، جودة عودة، جوهرة مصطفى السفاريني، صالح شرف الدين، محمود أبو رضي، جنيني المصطفى، تميم الدباغ، عقاب عودة، عبد المجيد عربلي، محمد حسين، سامح سعادة، وليد عامر دويكات، رشيد حسن، عبد الرحيم حري، موسى الحج حسين، يوسف درويش. ما في مشكلة أستاذ رانيا، في أسماء لأنه يعني فيها خطأ مطبعي وخطأ تقني. أوكي. عيسى عدوي، محمد رجب، محمد النقوي، محمد الفضاء فداح،
محرز شلبي، نعتذر عن اللفظ إذا في أخذ أخطأنا في اسم اللفظ، محمد عبد الرحيم حسن، محمد العبادي، محمد الخليفة، محمد عارف، محمود عارف، مهدي ناقوس، أحمد سماحة، عباس دخيل حسن، عبد المصر الجوهري، عبد الله الجيدي، سامي الأسعد، سامي علاوي، محمد الشرقاوي، محمد الحديد، عبد الرازق، أحمد الشاعر، علي سرطاوي، ناصر عودة، يسري درويش، يوسف ربحي حسان، فادية سلطان، هاني الحنفي، زياد سقريق، تويجي إحسان الشكر، توفيق سلامة القصراوي، طارق محمد إبراهيم، طارق الشمري، طارق الحوراني، محمد الشيخ، تغريد محمود، تغريد جمعة، سميري حمدي، سهام العطار، شيماء إبراهيم، شهود المحمد، دكتورة سعاد ياسين، شوقي رجب، ناهد زقات، صابر العبادي، سعيد أبو غزة، سيف المدني، صلاح سلام، صلاح محميد، سلام أبو سمرة، سليم المسجد، صالح عبد الخليل، صالح المنصوب، صالح المياح، دكتور صلاح عبد اللطي، سلوى المصري، دكتور دانييلا القرآن، دكتور محمد الأسمر، نرمين الشريف، عبد الفادي السايح، سوسن زهير المهتدي، زهال المفتي، شاعر شاهر عودة، رواد أنطار، عبد الله ريحاني، رنا بسيسو غوشي، رائد عودة، رشيد عرقمان، ربيع عبد العميد قطب، رأفت يوسف، قصي الفاضلي، قاسم دوابشة، نسرين يوسف، أسامة الألفي، شاهر حسان، عمر سعيد، عمر أبو دكة، عمر دمرة، نبيل قاسم، نهى عبد الرحمن عمر، نداء يونس، سيف ثوابه، ناصر الحريري، أسيد الخوطري، خليل عبودي، نافذ أبو شرخ، نادية أحمد مسك، نادر حسين رباح، حسن الزهراني، مصطفى لغطيري، مصطفى النبيه، مصطفى لوقان، مراد عودة، دكتور عبد الغني حمدو، محمد حجازي، محمد حسن، فادي زعرور، أمينة خشفة، أمجد بدران، عاطف الجندي، آية صلاح، أنور عبد الجواد، ناصر الحريري، معاذ رداد، أحمد بكر سليم، مؤمن كويفاتي، مصطفى جري، منجي زينوبي، راضي التل، محمد زين، دكتورة سناء شعلان، محمد أبو المرين، محمد أبو خياب أو جياب، عوض فلسطيني، عبد الله قريني، دكتور سيد غزي، دكتور بسام الحج، دكتور إيهاب بيداوي، أحمد المقشر، هادي النميس، فواز شهادة، عيسى نايف صوف، ضياء الجبالي، كنزلي سلوى، خالد أحمد جبريا،
حسين محمود، خولة الحريرات، خيشيني ناصر نصن، لميس منصور، لؤي نصر الدين، مجدي فكري، مها القباني، محمود صبح، مبارك عثمان، دكتور حسان مغازي، محمود محمد، محمود مصطفى السيف، محمود الهيشة، ميسى علوش، مجد الدين ديب، محمود بري، منال الشروف، مروان مقبلي، كامل عاشري، كامل النصيرات، كامل أبو صقر، بسيل بزراوي، كامل شكري، كمال مصطفى، كمال حريس، جهاد الزير، علي جبار مقاضي، حافظ قبها، علاء الأديب، جيف سعد، حسن مختار، عاطف عفت، إياد شماسنا، إياد شماسنا، إسام وزواز، أمين دراوشة، أمين أبو هجلة، ابتسام مهدي، إبراهيم عبد الغني، عامر رشيد، تمام العزام، هاني عودة، حريث الفريح، عايدة قناة، عادل بنيسة، هاشم محمد، أحمد فتحي، علي سرطاوي، عايشة الخطاب، بشير حمد، هاتم السيد، حياة دراغمة، حكمة شوقي، هشام الزيات، حسام أحمد، حسين محمود، حسين راشد، إبراهيم أبو راد، إبراهيم السماري، هاني القموش، الكموش، علي عودة، علي أبو صبيات، حامد جات، ديما سمعان، هالة علي رجب، حتم خنفر، هاجر الطيار، حامد عز الدين، حيدر صبح، عوض أبو فول، أمل حيدر، شريف فاضل، أحمد عمرة، غادة المقابلة، غادة غطاس، فوزية أمين، علي ثابت قرعة، فتحية صرصور، فتحي عوض، الكرفوني زينب، دكتورة إجلال النزاهي، منال الشروف، دكتورة صباح أحمد، دكتورة انشراح حمدان، أيمن دروشة، إبراهيم العلمي، دكتور علاء شون السعيد الفقي، عماد عبدو الهادي، عماد عبدو الهادي، عماد حبيب، فوزية فرحات، فاتن أبو شرخ، إيمان الدري، سحر السهيل، الحج بونيف، دكتور مدحت البنا، بدر الدين قرابي، بسمة الإمات، العماد، دايد كانوف. ألف مبروك لكافة المكرمين. Congratulations to all the honored in this celebration. Thank you very much. شكراً لمجموعة أرتا. شكراً، مبارك للجميع. شكراً لكم. ألف مبارك، ألف مبارك. ونقول في النهاية، لا تنتظر المصعد طويلاً، ابحث عن السلم، فالطريق للوصول للنجاح دائماً محفوف بالإرهاق والتعب والمخاطر. دائماً نقول هناك كلمات يجب أن نقدمها، فالكلمة الحسنة صدقة، يجب أن ندعم، أن نشجع، أن نبحث، أن نعمل ليلا ونهارا لنصل لما تصبو إليه أنفسنا. ألف ألف مبارك لكم جميعا، كل باسمه ولقبه، وألف مبارك لجمعيتنا
الحراء جمعية المترجمين العرب على رأسها السيد رئيس الجمعية الأستاذ عامر العظم ونائب رئيس جمعية المترجمين العرب الأستاذة سحر البطاينة وأنا مني مديرة العلاقات العامة شوقية حواورة وجميع أعضاء أرتا لكم نقول ألف ألف مبارك وإن شاء الله نلتقي في مبادرات أخرى كبيرة وعظيمة. الآن الكلمة الختامية مع الأستاذ عامر والأستاذة سحر فليتفضلوا مشكورا. حضرتك قبل الكتمة شكرا لك شكرا أستاذة شوقية بس لو في مجال في بعض من الحضور حابين يحكوا يعلقوا إذا نعم. الأستاذ رزق ما عنده مانع وحضرتك ما عندك مانع تمام إن شاء الله إذا نفتح لهم المايكات لو سمحتي مكنينا أنا فتحت المايكات لبحب هاي في الحسين تفضل أستاذ الحسين محسن تفضل. السلام عليكم جميعا أيها السادة وعلى رأس الجمعية الأستاذ عامر العظم الذي تشرفت منذ أكثر من 10 سنوات أقصد معرفة على من خلال الإنترنت يعني لم أسعد باللقاء المباشر معه على أي حال أنا شاكر جدا لجهوده ولجهودكم كلكم مع بعضكم أنا يعني لا أجد الكلمات الكافية للتعبير لا يفوتني أن أشكر أستاذي الدكتور جمال محمد جابر من الأكاديمية الليبية أنا كنت تلميذ عنده طالب عنده في سنة 2000 يعني هذا أستاذي يعني لا يمكنني إلا أن أشكره جدا وخاصة أنه أحد المتواجدين الآن رأيتنا صورته على الشاشة شكرا لكم جميعا كل عام وأنتم بخير شكراً. الأستاذ رمضان محمد تفضل مساء الخير جميعاً وأشكركم شكراً جزيلاً على رسالة بطل المغوار عامر العظم البطل الذي لا يثنى عن المتاعب والمصاعب اللي تواجهها الحقيقة أنا من كردستان العراق رجل حبيته من زمان وهذه فرصة أنه نتكرم من هذه النخبة المباركة هذا تكريم يعني راح يخلد في الدهر يعني في التاريخ يعني كما اللوحات الحمورامبي واللوحات الأثرية التي تقرأ من الخط المسماري ستقرأ هذه اللوحات في التاريخ المجد هو أعلى مراتب الإنسان إنه من يصل الإنسان فأشكركم من القلب الحقيقة على هذه الإضافة وعلى هذه الجهود الطيبة وتحياتي الخالصة سيد عامر العظم وكلكم جميعا على هذه الجهود الطيبة والطيبة وتحياتي لكم وبالتوفيق إن شاء الله وإلى الملتقى فيس تو فيس إن شاء الله نتواجه ونلتقي ولنطور هذا البلد أو هذه الأمة التي تشتتت مع الأسف والتي هي من القدرات والإمكانيات اللي هي تحكم العالم إن شاء الله من خلال هاي النخبة الطيبة ستكون هناك بادرة خير وشعلة أمل في تطور جديد وعقد جديد من التطور ومن والتخلص من الاستعمار أو ما يسمى بالاستحواذ حاليا أنا تخصصي مياه واستراتيجيات مائية من الاستحواذ المائي على بلداننا فإن شاء الله تكون هذه بلورة خير وأمل ونواة طيبة لا كنت جزيل الشكر يا ولدي وخرجنا بحالي جزيل الشكر ايش الصوت أستاذة شوقية بقول لو نسكر المايكات نرجع ونفتح لكل واحد لحال شو رأيك؟ أفضل لأنه صار في صوت تمام الآن الأستاذ أحمد مكاشر مبي تفضل مكاشر تفضل الاستاذ احمد الله عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحييكم من ليبيا ونحيي اخوتنا القائمين على العمل والسيد العظمه ونقول مزيد من التقدم والحقيقه العمل الجبار اللي قائم به هو الزملاء والمجموعه الرائعه والمقامات الكبيره اللي احنا حنتشرف بمعرفتها ونتشرف ب بحقيقة بأن نأخذ منها ما يعني يجدي صدورنا
احنا في ليبيا نحييكم وعن الليبيين المكرمين نقول لكم ما شاء الله تبارك الله يرحم الله والديكم على هذه اللي يرشحونا وقدمونا وعليكم انتم اللي ايضا قمتوا باكثر من المطلوب في سبيلكم تكرموا هذا العالم هذه الناس المقامات الكبيرة اللي في العالم وإحنا سعادة بكم ونحييكم طيار أحمد المكشر من ليبيا شكرا يا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شرفتنا شكرا أستاذ حيا أستاذة هجيرة تفضلي أستاذة هجيرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أوقاتكم تحية تقدير تحية أخوة تحية احترام تحية شكر لكل القائمين على جمعيتنا جمعية المترجمين العرب التي نفخر بها أنها رفعت رأسنا كعرب من كل أصقاع العالم وجمعتنا في هذا اليوم التاريخي هذا اليوم الأسطوري هذا اليوم الذي نحن نفتخر أننا ننتمي إلى أمة موحدة دكتورنا وأستاذنا وتاج راسنا ومفخرتنا الأستاذ عامر العظم صراحة عجزنا عن تركيب عبارات تليق بمقامك بصراحة جهودكم كلها أكثر من رائعة مباركة مميزة مفخرة لهذه الأمة التي لطالما حلمنا وتمنينا أن تتوحد لكن اليوم هذا إن دل على شيء إنما يدل على بوادر الخير بوادر الإشراقة جديدة لهذه الأمة أن تتوحد كما توحدت اليوم في هذا التكريم توحدت على مستوى العالم لنثبت لأنفسنا قبل أن نثبت للعالم أننا نستحق أن ننتمي إلى أمة العرب والإسلام بصراحة من أرض المقدس المقدس القبلة الشريفة شرفتمونا بارك الله فيكم أحييكم أنا من أرض الشهداء بارك الله فيك ست شوقية جهودك مباركة والله العظيم مسرورون وفرحين وفخورون بكم دمتم دخر وفخر للأمة ودمتم فخر ودخر للعلم والعلماء الحقيقيين مثل ما يقول أستاذنا وتاج راسنا جمعيتنا جمعية مترجمين العرب شرفتنا وشرفت العرب والسلام عليكم شكرا شكرا بارك الله فيك أستاذة هجيرة من الجزائر الجميلة أرض المليون شهيد حياك الله ننتقل الآن للدكتور سليمان يعقوب تفضل دكتور سليمان يعقوب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء أنا بدي أحييكم تحية كبيرة على هذا الإنجاز كنت أحلم في الزمانات أنه نصير إحنا كعلماء عرب ننشر أبحاثنا في مجلات عربية حتى تقبل كويس إحنا كل العلماء قاعدين مشان ينشر بحثه بروح بتقدم إلى إحدى المجلات الأمريكية أو الأوروبية مشان يعتمد بحثه في الجامعات كنت أتمنى هذا يحصل فهذا أول إنجاز عربي أنه أصبحنا التكريم يأتي من العرب للعالم مش العرب ينتظر التكريم من الأجانب هذا شكر لكم وإنجاز وعمل عظيم وأشكر الأستاذ عامر العظم على هذا التفكير وعلى هذه الفكرة الرائعة اللي انبثقت وأنجزها وأكيد تعب مشان ينجزها وتعبتوا مع أخ شوقية والأستاذ رزق والأستاذة سحر تعبت كمان والله يجزيكم عن الخير هذا كان الواجب يا دكتور كان الواجب هذا شكراً الله يسلمكم هذه أسود ترمح تجري في عرين العروبة إن شاء الله رب العالمين في السابق أنا وأنا في المرحلة الإعدادية أنا عمري الآن 62 سنة كتبت 4 أبيات من الشعر وصورة القدس أمامي بقول قلت فيها فلسطين أرض يستعمرها الأعادي والمسجد الأقصى على المسلمين ينادي كنت في الماضي أنادي فيجيب الصوت أبطال شدادي إلى مدينة أسرى النبي وعرج إلى السماء بإذن رب العباد تركوني سجينا وجريحا أتخبط ولا أدري على من كان العماد إن شاء الله النصر قريب وبدأت الجهود نرجع
ما شاء الله، بارك الله بك، مبروك، الله يبارك فيكم، شكرا على هذا التكريم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور، نشكرك. شكرا دكتور. الله يخليك. دكتور محمد ابو جازيه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من دواعي سروري أن أكون بين هذه الثلة العظيمة التي حملت من اسمها نصيب، فهذه اللوحة التي شكلها فريق عمل نكن له جل الاحترام والتقدير، هذه اللوحة الفسيفسائية التي جمعت بين المشرق والمغرب من أقصاها إلى أقصاها، لا نقول في هذا المقام إلا شكرا لكل من ساهم وعمل لإنجاح هذا العمل الذي كان وسيكون على مدار السنين القادمة، هو نبراس وهو الشمعة التي تضيء هذا العمل الثقافي وهذا العمل الأكاديمي وهذا العمل الذي سطر بكلمات وبقلم الأستاذ الكبير الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، الأستاذ عامر العظم، صديقي من أكثر من 15 عاما، هذا الرجل المكافح، هذا الرجل الذي يعمل ليل نهار ليضيء العقول العربية، لينير هذه المسيرة التي عمل فيها على مدار أكثر من 20 عام. الأستاذ عامر العظم، تعجز الكلمات عن أن توفيك حقك، شهادتي بك مجروحة للأمانة، والأخت الفاضلة شوقية لها جل الاحترام والتقدير، السيدة والبروفيسورة الدكتورة سحر، هذه الإنسان العظيم، والأستاذ رزق والأستاذ رانيا لهم جل الاحترام والتقدير. واسمحوا لي أن أشكر من وراء الدكتورة سحر، الدكتور بسام الخليلي، هذا الرجل الذي التقيته مرة واحدة، ولكن هذا الإنسان إنسان جدا راقي وجدا صاحب خلق. فأنا في هذا المقام أقول لجميع المكرمين من أقصاها إلى أقصاها، أقول لهم جميعا ألف مبروك، وباسمكم جميعا نقول لهذا الفريق العظيم شكرا من القلب إلى القلب، شكرا لكم، لأنكم أنتم من زرعتم الفرح في جميع هذه الدول، سواء كانت الدول العربية أو الأوروبية. عندما نتحدث عن التكريم تستحضرني بعض الأبيات، إذا سمحتوا لي بعض الأبيات البسيطة. تفضل تفضل. أقول بلهجتنا أقول: ضويت شموع الفرح يا سيدي ضويت، عام بعد عام وامجادنا عليت، من نورها ثوب الفخر ألبستنا وأعطيت، فرحة وجودك سيدي وجدها هالبيت، عرشك عيون الشعب وبهدابها تغطيت، عمر مديد ومية ومبارك وهنيت، يوم الفرح يوم الفرح يا سيدي وبدعوتك لبيت، حنا جنودك سيدي وسيف أبد متنيت، وسلامتكم. وشكرا كثير لفريق العمل، شكرا أستاذ عامر العظم، شكرا لكل المكرمين، شكرا للحضور، شكرا للحضور، وشكرا لمن شاركنا هذا الفرح، وشكرا للجميع، شكرا لكم. بارك الله بك. الآن مع الأستاذة نصرة. لا فضة فوق يا دكتور محمد، لا فضة فوق. ولا دكتور محمد أحرجتنا، أشكرك جدا. ما شاء الله. يعني بعدين يا دكتور محمد، بعدين يعني كيف الأستاذ بسام الخلالي لا يكون يعني رجلا عظيما، وعنده يعني مثل ما كان امرأة عظيمة وراء كل عظيم امرأة. أحسوني والله، أحسوني. ما شاء الله. بارك الله بكم جميعا. الآن نستمع إلى الأستاذة نصرة التي كرمت مع زوجها اليوم وتكلمت ابنتهما لميس بدون علمهما، ما كان شعورهما؟ فلتتفضل نصرة. تفضلي، مكنيها يا أستاذة، مكنيها يا أستاذة سحر من الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوركتم جميعا.
وبوركت جهودكم، وجزيل الشكر أستاذة شوقية على اللفتة الكريمة والمفاجأة اللي أدمعتني بصراحة وأبكتني. لفتة رائعة، مشكورة جدا على الإشي الحلو والمفاجأة الجميلة. وجزيل الشكر للأستاذ عامر العظيم الأخ رزق القدومة، شوقية الزميلة العزيزة الأخت الغالية، الله يسعدك أستاذ رزق طبعا باسمي وباسم زوجي. يعني المايك مفتوح وبقدر يعمل المداخلة إذا سمحتوا لي بعد إذن. تفضل تفضل بس مداخلة بسيطة. الأستاذة الدكتورة سحر البطايني أول مرة أنا بكون فيس تو فيس، مشكورة جدا، شكرا لك على الشخصية والكاريزما الهادية الحلوة، مشكورة حبيبتي، شكرا شكرا لك. مبارك تفضل. الآن الأستاذ بسام جمعة الوالد، تفضل. ألف مبارك، يسعد مساكم جميعا. يسعد مساك مساك يا أخو بسام، مرحبا. أستاذ رزق الله يبارك فيكم جميعا، هذا حدث هام وجلل، كانت لفت كريمة منكم الجميع بتكريمنا. طبعا مشاركتنا لكم في أكثر من مناسبة هي يعني بعينها هي تكريم، ونحن يعني لا نسعى إلا لنيل رضا رب العالمين في جهودنا إن شاء الله في خدمة أبناء شعبنا، مهما كانت المواقع اللي إحنا بنشغرها. كل الشكر والتقدير لكم، فعلا يعني كان هذا حدث كبير، وإن شاء الله أنه بنكون عند حسن ظن الجميع، بنكون أهل للتكريم بإذن الله. بارك الله فيكم. مبارك ألف مبارك أصحاب السهر، ألف مبارك نصك مبارك جميعا. أستاذ رزق أكمل أستاذ، اختار الأسماء أستاذ رزق. الأستاذ مها مصطفى القباني، تفضل حضرتك. أوكي ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. يعطيكم ألف عافية. مها مصطفى القباني من فلسطين، من أرض غزة العزة. أقدم جل الاحترام والتقدير لجميع القائمين والعاملين على هذا العمل العظيم القدير الرائع الذي جمع الكثير من الهامات والقامات العلمية في شتى بلاد العالم، الوطن العربي والعالم كله. شكراً أيضاً للأستاذ العظيم الأستاذ عامر العظم على هذا المجهود الرائع الذي وصل فيه الليل والنهار وأكثر من شهرين وهو قائم على هذا العمل. بوركت جهوده وجهود العاملين والأخت شوقية والأخت سحر والأستاذ رزق وجميع العاملين، لكم كل الود والاحترام والتقدير على هذا العمل الذي جمعنا على الحب والمعرفة ورفع العلم والثقافة لجميع الأوطان. بارك الله فيكم ودمتم دائما بعطاء ومحبة ومزيد من التقدم والنجاح بإذن الله. بوركت جهودكم جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذو الحجة إن شاء الله، وأتمنى يكون عام سعيد على الجميع. وبارك الله فيكم، تصبحون على خير. شكرا لك الفرصة على هذه المداخلة البسيطة. حياك الله. حياك الله. أستاذ محمد باركي، محمد باركي بعدين الدكتورة أندري، تفضل يا أستاذ محمد. محمد بارك النجار. طب دكتور أندري إذا مش جاهز. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير، يعني تحيتي الكبار والإجلال للفريق قليل العدد كبير الهمة وكبير العزيمة الذي عمل على جمع هذه الباقة من الأسماء والهامات والشخصيات الفلسطينية في كافة أماكن تواجد الفلسطينيين وكذلك العرب، وكذلك رسالة إنسانية ليربط بين الإنسان الفلسطيني والعربي والإنسان في كل مكان. هذا الطاقم قليل العدد تحمل جهد كبير في وقت قياسي. أستاذ محمد
خلفكم. أنتم نجحتم في عبور الحدود العربية القائمة على الأسلاك الشائكة لتحويلها إلى يعني حدود واهية استطاع الإنسان العربي أن يجتازها وأن يعني تتشابك الأيدي والقلوب بمحبة وبرسالة فخار، زائد أنه الاتصال مع العالم، أنه هذا الشعب رغم جراحه ورغم نكبته إلا أنه يحمل رسالة إنسانية منها إلى عالمنا العربي في الدول للأسف التي ما زالت جراحها، نتمنى لها أن تبرأ وأن تعود لممارسة أدوارها. هذه الرسالة لكل هذه الشخصيات في هذه الدول العربية، أن هناك من يتفقدكم ومن يذكركم ومن يوفر لكم وسيلة للخروج إلى الفضاء الكبير لتعبروا عن أوطانكم، عن هويتكم العربية بكل اعتزاز. طبعا أنا فخور بأني يعني كان لي جزء بسيط من هذا العمل بترشيحات، كلها كانت ترشيحات واقعية ودون أي مجاملة لأشخاص يستحقون أن يذكروا. أنا ملتزم بكل ما يلزم تجاه الناس اللي أنا يعني رشحتهم. كل الإخوة اللي قاموا بترشيحات أخرى من قطاع غزة أتمنى عليهم التواصل من أجل أن يعني نقيم احتفال يليق بجمعيتنا، جمعية المترجمين العرب، زائد بكل إخوان وشخصياتنا في فلسطين في قطاع غزة. وطبعا حيكون بالتنسيق معاكم مع الأستاذ عامر والأخت صحر والأخت شوقية ويعني مع الطاقم. فخورين بهذا العمل، نعرف أنه هذا جهد كبير. أيضا هي رسالة مع قلة الزاد أنه أنتوا قدمتوا الكثير من الزاد وكثير من الدعم المعنوي وكثير من الطاقة الإيجابية لكل هذه الشخصيات التي تعيش معاناة، بأن هناك من يقدم لكم يد العون ويقدم لكم الابتسامة، يقدم لكم طاقة ونافذة من الأمل مهما صغرت، لكنها تطل على فضاء كبير وعلى عالم أرحب. نتمنى استمرار نجاحات جمعيتنا، جمعية المترجمين العرب. كل التحية لهذا الطاقم، نتمنى لكم جميعا التوفيق، كل عام وانتم طيبين. الواحد لديه الكثير مما يقوله ولكن نكتفي لنعطي فرصة للآخرين. تصبحوا خير. بارك الله بك وألف ألف مبارك. Now with Mr. Sandeep Sharma, please unmute yourself. أتنسيش الدكتورة أندري، الله يرضى عليك. لا مش ناسي عشان زمان رافع إيده. Sandeep, Mr. Sandeep Sharma, please start. Sandeep Sharma, yes, please unmute yourself. Hello, hello. Hello. Assalamu alaikum and namaskar from India. Welcome, sir. My special thanks to the Honorable President, Mr. Amir Al-Azam, the board and the members of the Arab Translators Association for their selfless hard work, their tireless efforts. They are recognizing us with this honor, this dignity. This glory is not only for me alone, but also for the people from where I belong, their contribution to my work and my life. We have deep regards for the Arab intellectuals. From India, I belong to a province where dances and other important aspects of culture are very much similar to the Arabs. Like specifically, the Kiga dance form is quite similar to our Nati dance form. I would like to dedicate this award to the unpretentious intellectual people of Himachal Pradesh, my family members and my mentors, Professor V.P. Sharma and Professor Ernst Wendland. Thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, thank you. Welcome, sir. Congratulations. Thank you so much. Yes, Miss Andrea, تفضلي. Miss Andrea. نعم، أسعد الله مساءكم جميعا. وأسعد الله أوقاتك جميعها، تفضلي. تحياتي الحارة من لبنان. يا هلا. تحياتي إلى الجميع وعلى رأسهم من عمل وكد وجهد في تحضير هذا التكريم والحفل المميز والفريد. تحية إلى الأستاذة شوقية والأستاذة سحر والأستاذ الزميل القدومي. تحياتي إلى العقل النير
البارع الذي يدير شؤون هذه الجمعية التي نشأت وكبرت بفضله وعلى يديه، وهي تكرم الآن من يستحق التكريم في العالم العربي وفي العالم بأسره. تحية صادقة من القلب إلى الأستاذ الكبير عامر العظم. أشكرك أشكرك. شكراً أشكرك جداً. ألف مبروك لصغراء المجد. لقد كان لي الشرف أن أكرم العام المنصرم من قبل جمعية المترجمين العرب آرتا. دامت آرتا مفخرة للعرب وللأكاديميين أجمع، وفقكم الله أيما توفيق وإلى مزيد من التألق والنجاح، وشكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا دكتور. معلش دكتور محمد أبو رساع، شخصية أردنية أنا مفتخر فيها. تفضل. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذة سحر. تفضل أستاذ محمد. أستاذة سحر. أيوة أستاذة أندية تفضلي. عفوا ممكن يعني بسألك إذا أمكن أن تعطينا بعض المعلومات عن حفل التكريم الذي سوف يجري في المملكة الأردنية، يعني تاريخ الحفل و أكيد أكيد. عشان هيك أنا بدي الدكتور محمد أبو رساع يحكي لنا، لأنه أنا وياه متعاون على لأنه الأستاذ أبو رساع الدكتور شخصية طبعاً يعني اقتصادية وأكتيفيست، وهو اللي حيكون قائد لحفل التكريم بالأردن، فحابين أحب أسمعه. دكتور تفضل. شرفني أول شيء أكون أنا يعني منسق معك دكتورة سحر على عمل حفل التكريم. بس قبل ما أحكي بالتكريم اسمحي لي أشكر الأستاذ الكبير عامر العظم، وأشكرك وأشكر الست شوقية اللي ما عرفناها إلا من خلال صوتها. يعني إنجازكم عظيم، إنجازكم عظيم حقيقة. مش عارفة أفتح الفيديو، ما أنا والله حاولت أفتح معك وبلي يفتح معي فيديو، فحطيت لكم صورتي. خلاص عتبك تزورينا بالأردن. خلاص إن شاء الله. إن شاء الله. عشان نتعشى مع الدكتور رساء. إن شاء الله. نتشرفين بأي وقت. نتشرفين بأي وقت. مكانك محفوظ في الأردن. الله يبارك فيك ويكرمك يا دكتور. حياك الله. الله يعزك. اللي بدي أحكيه إنه العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. يعني نحن هذا التكريم اللي صنعوا ثلة من 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 مبتكرين العقول البشرية حقيقة، يعني يشار لكم بالقلوب حقيقة. دكتور الأخ الحبيب العزيز عامر العظم والأستاذ سحر مرة أخرى، والدكتور والأخت شوقية مرة أخرى، يعني شيء عظيم ورائع. أنا في إلي مقولة دائما بقولها، كل من تربى تحت سقوف السماوات هو عالم، وكل من تربى تحت سقوف الجامعات هو عالم. من تربى تحت سقوف السماوات هو عالم بالفطرة غير منظم، لكن من تربى تحت سقوف الجامعات هو منظم وعالم واثنين علماء. من هون سننطلق إنه نحن أصبحنا نستطيع أن ندير العالم بتكريمنا هذا. يعني لما بيقولوا جوائز عالمية، نحن أصبحنا نعمل جوائز عالمية. وأنا بدي أخلي هذه الجائزة تكريمها بفندق الريال إن سمحتوا لي جميعا، ويكون لها شيء مميز حقيقي ولها موعد في السنة. وأنا بتمنى من الأخ الكريم عامر العظم إنه تكون سنوية. وشكرا لكم. إذا الله قدر. أشكرك دكتور. أستاذة أندريا، يعني إن شاء الله من المتوقع إنه حفل تكريم الوجاهي بالأردن يكون بنهاية شهر 7 بين 20 و25 جولاي، هذا التاريخ المتوقع يعني. بس بعد في ترتيبات كتير، وبعد في
تنسيق حفل بهالضخامة بده أكيد تحضير كتير، ونحن عم نشتغل عليه أنا وحضرة الدكتور أبو رسع والدكتور محمد أبو جزية، وفي برضه الدكتور عمر نايف، وفي أكثر من حدا، يعني إن شاء الله أنه حيكون كتير حفل مرتب، وفي ناس كتير حتحضر حتى من برا الأردن، يعني غير ناس المقيمين بالأردن. وبيسعدنا وجودك أستاذة أندريا، بيسعدنا. شكرا دكتور، بارك الله فيك. أستاذة هادية تفضلي. هادية الرياحي تفضلي، مكنيها أستاذة سحر. أستاذة هادية تفضلي. إذن عسلامة من تونس، مرحبا بكم الكل. شكرا للأستاذ عامر، شكرا أستاذة الشوقية، شكرا دكتور خدومي، أستاذة سحر. كم أنا فخورة أن أكون بينكم في قائمة نخبة النخبة، وأسعدني أيضا أن تكون معي توأمي جازي العبيدي في قائمة المكرمين. فعلا يسعدنا أن نكون إن شاء الله جميعا في الأردن نحتفل مع بعض بهذه الهدية الثمينة العربية. سعيدة لدي عديد الجوائز، ولكن هذه الجائزة ولا أروع. بالفعل أشعر بأنها أفضل ما حصلت عليه في تجربتي. شكرا جزيلا، وجزيل الشكر صديقتي العزيزة شوقية، وأنا أحييكم من تونس باسم كل أصدقاء المتواجدين على قائمة المتواجدين اليوم. شكرا جزيلا من الأعماق من تونس الخضراء. شكرا ألف ألف مبارك لك ولتوأمك أستاذة هادية وجازية. شكرا، بارك الله بك، ألف مبارك. الأستاذ أمير من مصر تفضل. يعيشك يا ست هادي، يعيشك ربي، يعيشك. آه والله صرنا نحكي تونسي وجزائري ومصري. تفضل أستاذ أمير أحمد، تفضل. حاضر، مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إحنا دلوقتي سبقونا الأخوة والأخوات بحديث جميل وكلام، يعني إحنا عبروا عن كل اللي في قلوبنا عن مثلا. نشكر الأستاذ المحترم المبجل عامر العظمة على جهوده الطيبة الجميلة، وإحنا لمسين الحكاية دي من سنوات مع حضرتك يعني، وأشكرك على هذا التكريم، وده فوق يعني رأسنا. ونشكر الفريق المعاون الأستاذ شوقية والدكتورة سحر والدكتور رزق على جهودهم الطيبة برضو، وإن هم ما شاء الله عليهم فريق رائع رائع يعني للغاية. وكلامهم الطيب اللي بشجع، أنا بنتابع على طول على الواتساب والكده، بيدينا أمل في إن إحنا ندي عطاء أكثر إن شاء الله في المستقبل يعني. وجزاكم الله خير عنا جميعا، وربنا يبارك فيكم ويعطيكم من فضله. معكم أمير، شكرا لكم. شكرا، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا لكم. أستاذ رزق أكمل، شوف الأسماء. أستاذ إجلال. إجلال النزاهي، النزاهي. أيوة تفضلي أستاذ إجلال. ألو، السلام عليكم. عليكم وعليكم. معيكم دكتورة إجلال من مصر، من أرض الكنانة. طبعا بوجه كل التحية لشعب فلسطين الجميل ولجمعيتنا الجميلة، وبشكر طبعا القائد الهمام اللي عمل العرس الكبير ده كله، العرس العربي والعالمي، وتكريم قامات كبيرة جدا أستاذنا الفاضل عامر العظم. بشكره جدا جدا على المجهود الرائع اللي هو عمله ده مع الفريق المتميز. هو ده القائد، مع إزاي يصنع فريق ناجح. كلكم ما شاء الله عليكم، أنا بشكركم كلكم بأسميكم، وبأديكم ألف تحية من مصر اللي هي بتقول إن فلسطين دايما يطلع منها الرقي والجمال، دايما من الحاجة العصيبة دايما يطلع منها حاجة راقية وحاجة جميلة، إن يكون في لفيف ومجموعة وقامات كبيرة جدا من
العلماء والمفكرين والأدباء. يعني بجد أنتوا عملتوا مزيج هايل جدا 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 من المكرمين، وأسعدني. يعني أنا النهاردة فرحتي فرحتين، أنا إن أنا اتكرمت وده شيء يفرحني جدا إن أكون وسط الكوكبة دي كلها، والحاجة الثانية إن أنا تعرفت على ناس بتشتغل صح، عارفة هي ممنهجة وعارفة هي بتعمل إيه. أنا بحييكم جدا جدا على المجهود الكبير قوي اللي انتوا عملتوه، وأتمنى من ربنا أن أنا إن شاء الله أكون معاكم في السنوات القادمة، أتعلم منكم من القامات اللي موجودة ونوصل للعالمية أكتر وأكتر من أرض فلسطين. السلام، بحييكم كلكم، كل سنة وأنتوا طيبين. شكرا شكرا، أهلا، شكرا لك، شكرا. أستاذ جاسم. نعم، تحياتي طبعا. افتح المايك. نعم، فتحت المايك. أوكي، تحياتي لكم، تحياتي لهذه السهرة الحلوة معكم. جاسم الدندشي من كندا، طبعا أنا سوري. نعم، الله يسلمكم. تحياتي طبعا لهذه النخبة العروبية والتي أسعدتني تماما، وسمعت الأسماء، وطبعا مع كامل التقدير للأستاذ عامر ومحفظ الألقاب والأستاذة شوقية والأستاذة سحر والأستاذ رزق. يعني أنا ما بعرف، بس أنا هو سؤال، أنا استمعت إلى المكرمين وأنا مدعو إلى التكريم، ولكن لم أسمع اسمي، ما أدري إذا في هناك في موجود اسمك موجود، بس هم يعني بس موجود موجود، تأكد. لا لا، اسمك موجود، بس لضيق الوقت مش كل. نعم نعم نعم، أوكي أوكي، لا أبدا. أنا طبعاً حابب أشارك بقصيدة، كم بيت، ولكن ما راح أطول عليكم، ومشان ما أني أخذ من وقت الأصدقاء والأخوة اللي بدون يحكوا. عم أقول أنا أحبك عروبتي، ومن عينيك كل الغوى والهوى يختصر، الورد والفتون يداعبني، والسحر ما قد يشى المطر، أمطريني قبلا لعلني غدا على جفاف أمسنا ننتصر، كحل اللحظة لي فالذاكرة لا يرديها من لنا حفر، وأرجعي ما تمر سيدتي وجددي زمنا كان منتظر، هناك بالأفق عابث يلهو والفكر من الهذائم منكسر، في زمان القبح سباق لمن ضد العروبة كسر، يا امرأة ضاق الكون بنا نحن الردى لمن ضدنا عبر، مدي ذراعيك وطوقيني قسرا فالحب لا ينفع به الحذر، اصرخي بوجه الريح فالخصي غدا سوف يحتضر. طبعا بشكركم كثير كثير، وهاي المشاركة الحلوة كنت بأتمنى انه على الزوم، اذا كان طبعا انا اكيد بقدر انه ما صعب، يعني انه كنا نتعرف على بعض الاصدقاء اللي موجودين، انه ينفتح الفيديو لكل المشاركين لحتى نقدر نشوف صورهم، ويصير في صداقة واخوة بين كل المشاركين والمكرمين. شكرا لهذا التكريم لسفراء المجد، بعيد وبكرر طبعا صديقي الأستاذ عامر، أنا بعرفه من 15 سنة أو أكثر، وهناك كانت مناسبة كتير كتير حلوة في تكريم يعني عمي الفنان معن الدندشي، وكان تكريم جميل جدا جدا. وهي إعادة عامر العظم دائما سباق إلى كل فعل ثقافي عربي تماما، وهذا اللي نحن دائما ننتظره منكم. شكرا عامر، شكرا شوقية، شكرا سحر، شكرا رزق، تحياتي لكم من كندا. حياك الله، شكرا، مبارك دكتور، شكرا، ألف مبارك. الآن أستاذ غياث سعد المحلل السياسي، تفضل. تفضل أستاذ غياث سعد، تفضل.
بسم الله، تحياتي مسموع؟ نعم نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني بهذه الكلمات القليلة يعني لا يسعني إلا أن أتشكر هذا الحضور الكريم، وأتشكر الأستاذ عامر والأستاذة شوقية والأستاذة صحر والأستاذ رزق، وهذا المجهود المميز الذي يجعلنا ننظر بأن هذه الأمة لا زالت بخير، وهذا النظرة التي لا ترفع بهذه الأمة إلا بالعلم وبالعلماء وبهذه الروح العالية لكم، فبارك الله بجهودكم وإلى الأمام، ولن أطيل عليكم، وإن شاء الله إلى لقاء قريب تنتصر فيه هذه الأمة من ما أنتم فيه من أرض الرباط، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك سوريا، شكرا بارك الله. بارك الله فيك دكتور محمد. دكتور نجوى يا. طيب نجوى تفضلي دكتور نجوى بالطائف عشان بالدور معلش. طيب ماشي. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. من تونس. أهلا وسهلا. أقول لكم عسلامة. عسلامة يعيشة. شكرا جزيلا من كل قلبي بالنسبة لكل من ساهم في تنظيم هذه التكريمات لفائدتي ثلة كبيرة من علماء العالم الإسلامي في شتى المجالات. أقول أن هناك من وراء الكواليس عمل مجتهدا من أجل إخراج هذا التكريم في هذه النسخة وفيها على هذا الشكل الراقي، والذي يدل على مدى إعطاء القيمة للعلم وللعلماء تطبيقا لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن وصلنا الآن في البلدان العربية إلى إعطاء قيمة للعلم والعلماء، بإذن الله تبقى الأمة العربية وسيدوم تواجدها ووجودها ضمن الأمم الأخرى بواسطة العلم وبواسطة الاكتشافات العلمية وبواسطة جهود العلماء. شكرا جزيلا لكم من كل قلبي على هذه الجهود الجبارة، وأدام الله تعالى هذا العمل التطوعي وهذه الجهود، ونقول لكم ربي فضلكم وربي عايشكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله. عفاف الزجاني. عفاف الزجاني تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الأخت عفاف الدجاني من القدس. نعم. وسهلاً حياك. وسهلاً. أول إشي بقدم لكم تحية مقدسية معطرة برائحة وتراب وزيتون الأقصى. نعم. أهلا وسهلاً. وتحية من وسط باب العمود. يا سلام. هنيئاً لك. الله يخليك يا رب. الله يسعدك. دعواتك ادعينا هناك. الله يخليكي. فأنا الحقيقة أني ببارك لجميع الإخوة وكل الاحترام والتقدير لجهودكم الجبارة، وبخص بالذكر الدكتور عامر العظم صديقي من أكثر من 10 سنوات، والأخت سحار والأخت شوقية والأخ رزق، وأخص بالذكر أيضا الأخ محمد أبو جازية، ودمتم ودام جهدكم وبقوة وتقدم، وبتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله. ما بدي أكثر عليكم. ألف شكر لكم. شكرا. حياك الله. الله يخليك يسعدك. الأستاذ حسين علي محمود تفضل. أستاذ حسين. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أنا من العراق. أهلا وسهلا. مدرس وكاتب صحفي، وأشكر جمعية المترجمين وكل الكادر في جمعية المترجمين وعلى رأس الأستاذ عامر العظم
المحترم القائد المغرور صاحب الإنجازات العظيمة وهذا الجهد الكبير في تكريم الأدباء والمثقفين والمفكرين. تحياتي لكم جميعا وبوركت جهودكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد أستاذ عامر العظم بالصحة والعافية والراحة إن شاء الله ولكم جميعا. شكري وتقديري لكم. حياك وحياك. حياك الله. حياك الله صديقي. شكرا بارك الله فيك. ممكن مداخلة بسيطة. أنا للأسف كان إحنا بالعراق شوية خدمة النت سيئة نوعا ما. فلما أسمع اسمي جيدا هل ما أعرف لم يكون اسمي جيد. موجود لسه اللوحات راح نعممها موجود لا تقلق بس لسه إحنا قرأناها سريعا أحيانا. نعم. ما تقلق موجود. ممكن. نعم. شكرا لكم. شكرا منير هنيك من تونس. الوفد التونسي هاجم اليوم. ما شاء الله. استاذ منير تفضل. تفضل يا استاذ منير. طيب مش موجود. طيب بدأ. معكم منير هنية من تونس. أهلاً وسهلاً. أحببت هذا التكريم. لقد أحببت هذا التكريم ولكني أحببت عامر العظم أكثر. فقد كان سيداً في القيادة. إنسان جميل أخ منير. حييك وحييك أخي منير. فقد كان سيداً في القيادة ومبدعاً في الريادة. وأعجبني انتقاله من التروي إلى التحدي. إضافة إلى شبكاته العجيبة التي تلعلع بتواصل دون انقطاع لعلعة بدون فاصل للتنفس. لقد لطالما تمدحنا ولطالما تبادلنا الإطناب. أما هذا التكريم فلا سابق له تفسره ولا لاحق ستشرحه. شكرا مجددا. شكرا لعامر العظيم وإلى اللقاء في مناسبات القادمة ومبروك هذا النجاح. أحييك شكرا بارك الله فيك. شكرا. ومترجم قدير وعنده شركة ترجمة من تونس. إنسان جميل ما شاء الله بارك الله فيك. جميلة وجهه صديق للبيئة وللحياة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يطاعك مجنون ما شاء الله. طيب أهلا. الآن نستمع للأستاذ حسن الفراش من المغرب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ. بارك الله فيك أختي شوقية. أنا حسن الفراش من المملكة المغربية. أقدم وأهدي جزيل شكري لقادة جمعية المترجمين العرب وعلى رأسهم الدكتور عامر العظم وللأخت العزيزة الأستاذة شوقية وللأستاذة صحار الدكتور رزق. حياك الله. الله يحييك يا أستاذ. بارك الله فيكم. تحياتي لكل الحضور الكريم كل بصفته ولقبه. لعظيم الشرف أن يكون اسمي ضمن هذه النخبة المميزة وهذه القامات من المكرمين. لم أكن أريد أن أتحدث لكن أردت أن يسمع صوت المغرب في هذا الحفل المبارك وأسأل. في الحقيقة هناك أسماء لم أسمعها حتى اسمي لم يسمع ولكن رأيته في اللائحة لكن أريد أن أسأل. أنا ذكرنا يا أستاذ ذكرنا. نعم. رأيت صورتي. نعم. أتساءل هل يوجد مكرمون آخرون من المغرب؟ خلينا جاوب أنا يا ست شوقي. تفضل. وفد المغربي قوي جدا اذا بتنظر لكل اللوحات حتى في اللوحه الاولى قوي جدا اعلام كبير من المغرب. المعلمين كذلك الكتاب والادباء كل الوفد المغربي قوي يعني بتوقع لا يقل عن 50-60 واحد. ما علي في الحقيقه انا لست في الحقيقه في قامتهم ولا في درجتهم ولكن اردت ان اسمع صوت المغرب في هذا الحفل البهيج
الرائع مع هذه القامات وهذه الهامات. لعلي سمعت الأستاذ الرباوي وهو من القامات المعروفة عندنا في المغرب في المجال الأدبي. الكلمات لأنني أستاذ رياضيات تخونني التعابير كما سمعنا من الأساتذة الأجلاء الذين سبقوا. نبال برشيد في عمالقة المغرب يتقدمون الصفوف، انتظر بس بتشوف اللوحات في النهاية إن شاء الله. بارك الله فيكم. عمالقة كثيرين من المغرب، لا ينسى أستاذ الفاضل المغاربة، لا ينسى ألف ألف مبارك أستاذ. الآن فلسطين، تفضلي. آخر عبارة آخر عبارة أختم بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل فيكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. هذا الذي نستطيعه هو أن ندعو لكم، وهذا ما نحتاجه، والبركة في الوقت والعمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، ألف مبارك. فلسطين تفضلي. مع أنه على فكرة دكتور محمد زمان رافع إيده يا أستاذ رزق، خلينا نسمع للدكتور محمد. أوكي أوكي، تفضل محمد. تفضل دكتور محمد، تفضل. تفضل دكتور محمد الوليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. تحية من جمهورية العراق، معاكم الدكتور محمد ولي الصالح. شكرا لجمعية المترجمين العرب آرتا على هذه الجهود اللي متواصلة لشهرين ماضيين، وتحية لجهود الأستاذ الدكتور عامر العظم رئيس الجمعية، وكذلك الفريق العامل معه من ست شوقية حواورة وست ودكتورة سحر بطاينة، وكذلك الدكتور رزق قدومي. حياك الله عزيزنا دكتور. لا يسعني في هذه الدقائق الوجيزة إلى أن أقدم شكري واحترامي وتقديري لتشريفنا بتكريمنا لهذه العام ضمن سفراء المجد في العالم. طبعا هذه المبادرة هي انه محط احترام وتقدير وشفافية تمتعت بها جمعية المترجمين العرب آرت. ايضا هذه حقيقة تزداد قيمتها واهميتها ومردودها لكل قامات الابداع في العالم، وليس في الوطن العربي وفي الاقليم العربي. ايضا هذا هذا الشرف والتكريم جعل الجميع المكرمين يرتشفوا من رحيقه وجمال لوحاته حقيقة، وما تحمله من الرسائل المباشرة وغير المباشرة في بيئة التنافس للانبعاث الحضاري وولادة المشهد الثقافي الإبداعي العربي والعالمي الجديد في المستقبل. تحياتي لكم ولكل جهودكم، ونشكر لكم هذه المبادرة الجميلة وتشريفنا بهذا التكريم. تحياتي للجميع. نفتخر فيك وحييك وحييك، نفتخر فيك وحييك. حياكم الله دكتور. اللوحات النسخة النهائية راح تخرج بعدين، يعني هاي لسه اللي بجوز وزعوها على الواتساب صور أنا ما شفتهاش. لا ما وزعنا صور، هم أخذوا سكرين شوتس الناس. فلسطين تفضل. في الأستاذة هناء كمان بالغلط نزلت لها إيدها. خلينا نسمع فلسطين، تفضلي. فلسطين سرحان، تفضلي أستاذة. نيفين سروة بعدين رانيا بدها تحكي، رانيا بدها تحكي بعديها. خلينا نسمع البروفيسورة نيفين سروة. مساء الخير على جميع. أنا حابة أشكر دكتور بروفيسور عامر العظم، دكتورة سحر، دكتورة شوقية، دكتور رز، يعني حقيقة فريق عمل رائع. أنا شاكرة لوجودي مع حضراتكم، يعني وجود مصر في وسط دول العربية ده قيمة نتشرف بيها، والاتصال العربي بالوطن العربي شرقا وغربا، فدي حاجة يعني الواحد مش عارف يعبر عن الفرحة، يعني مجرد شعوري ان انا في وسط القيمة الكبيرة والعرس والمحفل العلمي ده،
يعني بنشكر بروفيسور عامل عزم، بنشكر جمعيتنا المترجمين العرب، شكرا لحضراتكم جدا، وطلابي فخورين جدا بما تقومون به في معهد الدراسات اللغوية والترجمة كلية الآداب جامعة الإسكندرية. بترحب دائما بالدارسين كمان اللي حابين يعملوا دراسات عليا، أهلا بيكم في مجال الترجمة. وتاني مرة بشكر بروفيسور عامل عزم إن هو أتاح لنا هذه الفرصة الكريمة واللوحات العظيمة، يعني شكرا فعلا أستاذنا. بدك تبروزيها ترى أنت في في لوحة المليار طن هاي والمليار دولار. ما أنا شايفة مع نعوم تشومسكي مرة واحدة يعني، ف يعني أنا محاصر تشومسكي بمية تشومسكي عربي. ربنا يبارك في حضرتك، احنا عاوزين بقى تشومسكي، بس انا محاصر ب 100 تشومسكي عربي. ربنا يبارك في حضرتك، وسعداء جدا، وان شاء الله يعني احنا عرفنا طريقه الحصول على اللوحه، فباذن الله سوف نقوم بسداد القيمه الماليه للحصول على اللوحه دي ونحطها عندنا في معهد الدراسات اللغوية والترجمة كلية الآداب جامعة الإسكندرية. أهلا بحضراتكم، وأهلا بالبروفيسور. أهلا أهلا بحضراتكم جميعا. أهلا بحضراتكم. أنت مسؤولة حتى عن رسائل الماجستير والدكتوراه. بالضبط كده بالضبط كده. أهلا بحضرتك. فرنساوي وإنجليزي، يعني احنا حابين قوي جدا نتعاون مع جميع الدول العربية ونتعاون مع طلابنا وأساتذنا اللي هم حابين في مجال اللغويات ومجال الترجمة. فرنساوي وإنجليزي. اهلا بحضرتك. 150 بروفيسور، لان هاي بدي اوديها ل 200 دولة مشان كلهم. وعندنا كمان يعني حاجة بسيطة كده، يعني طبعا جنب وجود حضرتك والمحفل العلمي النهاردة، Alexandria e-learning club ده يعني نادي افتراضي عاملينه لإلقاء المحاضرات العلمية في مجال الترجمة ومجال اللغويات. فأهلا بحضراتكم، وياريت نتعاون بقى يعني مع جمعيتنا الجميلة، جمعية مترجمين العرب. اهلا بحضرتك. شاء الله اشكرك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور نفين، بعد دكتور نفين بعد اذنك تبعثي لي ايميلك، الله يرضى عليك. انا تسلمي، اشكرك جدا. تمام. انا شكرا. شكرا لك دكتوره. اهلا شكرا. أهلا. استاذه فلسطين تفضلي. استاذه فلسطين المايك معك. لو حالكم بدها تصل البنتاغون والكرملين والاليزي. طيب نسمع رانيا بين ما تجهز فلسطين. استاذة رانيا تفضلي. اوكي، مساء الخير على الجميع. انا بصراحة يعني قد ما كنت مبسوطة من الاحتفال والتنظيم، كنت حابة احكي بوجود الجميع، لكن انا قلت في النهاية وللأسف طلعوا كتير، يعني بقي 200 من بقي 80 اقل من 80 من 200 شخص، اكثر من 200 شخص. فيهم البركه برضو، فيهم البركه تفضل. اكيد بس حبينا احنا نوجه، يعني بدي اعبر عن شكري الجزيل اول شيء للجمعيه ولكافه القائمين عليها كالعاده، وبدي اشيد بالانجازات اللي اعددتوها. يعني بصراحه اليوم كنا احنا عم نشوف فقط اللمسات الاخيره وقعدنا ساعات وساعات، فبدي أشيد بالإنجاز اللي قاموا فيه الدكتور عامر، الأستاذة سحر، الأستاذة شوقية، الدكتور رزق، وما بدنا ننسى كمان الأستاذ فادي اللي عمل مجهود كمان كتير، يمكن ما حدا ذكر مجهوده اللي لا أنا ذكرته أول. في التقديم، لا في البداية أكيد مستحيل ننساه، لأنه ما شاء الله عمله إبداعي، شارك كتير وأنتجنا في النهاية لوحات جميلة. في كتير ناس بتعادي الجمعية، في كتير ناس يعني بتشوفها شيء تافه، يمكن يعني دائماً إنه الأستاذ عامر بيحب يجدد، هو بلش بمبادرة يعني رائعة، ومنأمل إنه هاي المبادرة بإنشاء هاي الجمعية توصل لأعلى مستويات، ومنأمل من كافة الموجودين فيها مش بس فقط يبروزوا، يحاولوا يدعموا بأي شكل، يعني أي دعم ممكن يجي للجمعية سواء معنوي، مساهمات، يعني
مش بس تكريم يعني للجمعية أو مساهمات من ناحية تعاون مع الجمعية حتى تكبر الجمعية بكافة الموجودين فيها، لأنه بصراحة الجمعية خلال هاي السنوات اللي أنا فيها مع الجمعية يعني ممكن الأستاذ عامر بيعرف تمام، في بداية الجمعية صار في بيننا شوية خلافات، لكن اللي بينظر بيخلي هذا الإيجو لجنب شوي أو بينظر من منظور تاني للجمعية، بلاحظ قديش الأستاذ عامر عم بيشتغل ليبرز للعالم كله الثروة الموجودة في يعني في المثقفين وفي الجهد اللي بيبذله الأشخاص، يعني كان مثل ما العديد بيسميه الأب للجميع، وطبعاً الموجودين واللي على علاقة يعني كتير قريبة مع الأستاذ عامر أو بيتكلموا معه من وقت للتاني بيقدروا يلمسوا هذا الشيء في هذا في هاي الشخصية، يعني هو لما مرات يعبر عن كلمات يعني بتضايقه هو فقط من حرصه إنه هاي الجمعية تكبر وتكون بالمستوى اللي هو يسعى إليه. فشكراً أستاذ عامر ونتمنى لك كمان النجاح، وطبعاً الجمعية راح تنجح بدعمنا كلنا لها. أشكرك أستاذة، أشكرك أستاذة نجلاء عبيد. أستاذة نجلاء عبيد شكرا لك أستاذة رانيا، وأنت ما شاء الله برضو بذلتي جهد معانا، بارك الله بك وبكلماتك. الآن مع الأخت المصرية الشاعرة نجلاء عبيد، فلتتفضلوا. ألف مبارك كمان إليك يا ست نجلاء، تفضل. مام أنا صراحة دي مفاجأة لي يعني مش متوقعة صراحة يعني، بس النجاح الأصلي ليكوا انتوا ان انتوا اديتونا الدعم والسبورت ده، ان احنا يعني كنا شيء يعني صغير وبنتعلم لسه، والتكريم بقى من الكبار بيخلينا نكبر معاهم وبيدينا دفع وسبورت. علشان كده بنقول لأسود جمعية المترجمين العرب، انتوا لسان لكل العرب، انتوا أسود النيل بتتكلم، لمستر عامر العظم يتكلم كلام من غير كلام يحس بينا ولا أحلى كلام، وكمان مستر رزق من اسمه رزق، والرزق قدام وعامر لينا كلنا، بتدونا الدعم وبتدونا النجاح. تكريم جه على غفلة، تكريم مالوش غير إحساس واحد، إحساس الفرحة إنك بتشتغل والتكريم يجي عشان إحساس وتقدير. والدعم التاني جه من أستاذتي شوقية، أولها شوق وحنين، أولها شوق وحنين مع صبري جوه السنين. الدعم بيجي من الأستاذ للتلميذ، وبيخلي التلميذ يبقى ماشي في نفس اللاين مع أستاذه، والأستاذ بينجح بتلميذه. وكمان مس سحر أولها السين، سلام والحق، حب من غير كلام، حب منا ليكو يا جمعية مترجمين العرب. والره روح متواضعة، روح جميلة من سحر الحبيبة، ومن مصر الحبيبة بنقول لكم أحلى كلام. عامر العظم عيون التعليم والعلماء، أستاذ رزق وروح وجمال ومحبة، وسحر سحر العيون جوه القلوب، وشوقية شوق وحنين، شدة وعزم، ود ورحمة، قاف قبة ومنارة للعلم، وليه يد قوية بتغير وتطور في كل الناس. مش هنسى كلمة فازة مازة، يعني صححت لنا كل حاجة كانت غلط ولسه بتدينا وبتطورنا، وربنا يبارك فيها. كمان التكريم ده جه من غير معاد ودق على كل القلوب ودخل كل العقول، واحنا بنستمر وبندي من غير اي تكريمات، لكن التكريم ده ادانا زيادة، ادانا الدعم، اداني افكر تاني، اداني انا يعني كل تكريم بيجي الواحد بيخليه ما ينامش. ليه؟ لا لازم افكر، لازم ادي، لازم ابدع، لازم افتكر، لازم احسن اللغه، لازم اتعلم من الصغير قبل الكبير. فشكرا شكرا ليكم، ده دمتوا لينا ودام عطاكم، والدعم ده بيخلينا يدفعنا للمزيد، نعطي ولا ناخذ، وهدفنا دايما نتعلم ونعلم، نتجدد ونتطور. ومبادرتي تعلم وعلم سميتها أنا تعلم وعلم الخير للغير، كل اللي تعلمته من أساستي الأستاذ بتاعي وأساستي دايما بفرغه لزمايلي، مش بنفهم على حد بالمعلومة. وكمان اللغة أساس التعليم،
فبنتجدد ونتطور من هذا الدعم. شكرا لهذا التكريم، التكريم ده جه على عقولنا بس لمس قلوبنا، وجدد الإبداع والابتكار. نجاح دائم مع عام دائم. تعرفنا فيه على جمعية المترجمين للعرب والأستاذ عامر العظم، عامر وعظيم بفكرته وعظيم، وسحر القلوب بأفكاره وشوق وحنين مس شوقية، وسحر المس سحر، ورزق كبير دام علينا من غير معاد. مش ممكن، أكيد ده أحلى كلام. ما شاء الله ما شاء الله على أحرشينا سحر وأمل، أحرشينا شوق وحنين من غير كلام وعلم أكيد. والأستاذ رزق، رزق لينا جوه التكريم وجمعية المترجمين العرب. الله يخليك يا سنجد، الله يخليك. بنقول الترجمة تعالوا جوه التكريم تجدوا كل التقدير، والعين عينك دايما تتطور وتجدد من نفسك، والريح روح التقدير والتكريم جوه جمعية المترجمين العرب وهي لسان كل العرب، والجيم في الترجمة جملة وفعل واسم وحرف، يلا نحب دايما الكل. كمان جوه الأوطان المحبة بتدوم وتكمل، والته المربوطة في ترجمة مربوطة بنقطتين، لكن احنا مربوطين بحبنا للتعليم وللتجديد وللتطوير، والكل الموجودين يربطنا الحب والسلام، يربطنا الصدق والتطوير، يربطنا كونك معلم أكيد للتعليم. علشان كده لازم نقول don't say it's too late but say I did it I can do it. Thanks. نجلاء مكرمة بيت حنة مصر بني سويف. شكرا. الله ما شاء الله. شكرا ما شاء الله. أبدعتي أبدعتي. شكرا. يا شكرا. والله دكتور نجلاء، يا ست نجلاء، يعني لولا إني أخاف أنا أشك عليك لطلبت منك أن تبكي بعد لوجه الصبح نسمع هذا الكلام الجميل. ما شاء الله على طاقة إيجابية، ما شاء الله طاقة إيجابية. هذا شعر ارتجالي يا أستاذ رزق على فكرة. نعم مباشرة بتحكي ما شاء الله. كانت معنا يا أستاذة سحر في دورات اللغات المجانية، كانت تضل تحكيلي فازر ومزر، ضليتني وراها أحكيلها مش فاضية. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. ما بعرف إذا هناء بوكيلي موجودة كانت بدها تحكي كمان. تفضلي اللي موجودة وحابب يحكي يتفضل. ما فيش حدا بعتقد مش موجودة هنا، طلعت يمكن غادرت. نحن يعني يعني ما شاء الله ثلاث ساعات بالضبط إلنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا حوقف البث المباشر و يا ريت. يعطيكم ألف ألف عافية وألف مبارك نجاح هذا الحفل. عن جد ما شاء الله نجاح ساحق، الكل رياكشن كثير بوزيتيف، يعني قاعدين بيبعثوا لنا كثير مبسوطين كثير متفاجئين. احلى شيء انه الناس تفاجئوا سواء بتكريمهم سواء بكلمات اولاد.